بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ومن جديد. أستاذ الأهلي، حلقتنا هتكون إن شاء الله معنا تحليل وافد لمباريات الجولة ال20 من الدوري المصري الممتاز، وهيكون معنا الكباتن الكبار كابتن محمد عامر وأيضا الكابتن عادل طعيمة، وهنتحدث عن أبرز ما جاء في الجولة ال20. في البداية حابب أبدأ مع حضراتكم في أمر مهم جدا، وهو من سمات النادي الأهلي، من أهم عوامل اللي النادي الأهلي بيتفوق فيها على كل المنافسين، وهي العودة. النادي الأهلي في لقاء الرجاء وشأنه شأن بعض اللقاءات الأخرى، ولكن في لقاء الرجاء بالتحديد كان متأخر بهدف وعاد تعادل، ثم خلص اللقاء بثلاث أهداف مقابل هدف، وكانت عرض جميل بالنسبة للعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي هذا الموسم. المهم أن ما بين الشوطين بعض من الزملاء في بعض القنوات وحتى المحللين وأيضا النقاد كعادتهم في الآونة الأخيرة أن النقد بيبقى شديد جدا وعالي جدا، ونسيوا أن الماتش 90 دقيقة، يعني ما بين الشوطين مفيش فرقة في العالم ما بيبقاش عندها بعض النقاط السلبية أو ما بيبقاش عندها بعض المشاكل في طريقة اللعب في، ولكن الظواهر الفنية بتبقى باينة للكل. ولكن للأسف عندنا بيتم الانتقاد، احنا شعب بينتقد سريعا، ولكن لما تيجي من بعض الزملاء بتبقى الأمر مش ولا بد ومش بالشكل المطلوب، لأن النقد ولا هو منطقي ولا هو على شيء تكتيكي ولا ناس بتفهم أو بتتكلم على التاكتكس بشكل موزون. فالمباراة 90 دقيقة والنادي الأهلي علمنا، هو اللي علمنا أن اللقاء 90 دقيقة وأن الحكم بعد المباراة. ظواهر العودة، النادي الأهلي في لقاء مصر المقاصة كان متأخر بهدف ورجع وتعادل ثم تقدم به في المباراة وفاز باللقاء. نفس الشيء بيحدث في لقاء الرجاء، نادي الأهلي بيتأخر بهدف ثم يعود ويتعادل ثم يفوز بعدد وافر من الأهداف، 3 أهداف مقابل هدف في واحدة من أجمل المباريات. إذن عشان أبتدي أنتقد لازم أسيب الماتش للآخر وأبتدي أتكلم على كل شيء. مفيش مشكلة أن أنا أتكلم على بعض العيوب وبعض السلبيات، ولكن النقد يجب أن يكون غير أن هو يبقى بناء، يبقى موضوعي. المباراة 90 دقيقة والنادي الأهلي ملك الدقيقة 90، النادي الاهلي ملك العوده. انا افكر حضراتكم كان في لقاء شهير جدا جدا جدا، نادي الاهلي والزمالك كاس 78، كان نادي الزمالك متقدم بهدفين، والشوط الثاني النادي الاهلي كسب 4 أهداف مقابل هدفين. كابتن محمود خطيب كان احتياطي ونزل، ونزل المباراه اختلفت تماما. هجيب لحضراتكم حتى برضو الاهلي والمصري في نهائي كاس 85-86 على ما اتذكر، وايضا النادي المصري كان متقدم بهدف مقابل لا شيء، وحاج سيد متولي خلاص بيربط الطاي يعني عشان خلاص هيستعد للكاس ثم يتعادل الاهلي، كابتن علاء ميهوب ثم يجيب هدف وياخد الكاس. وافكر حضراتكم كاس مصر السنه اللي فاتت برضو 1-0 للنادي المصري، النادي الاهلي بيتعادل ثم بيفوز في الوقت الاضافي. النادي الاهلي والزمالك 4-3، واحد بقى من افضل اللقاءات اللي في كاس مصر، النادي الزمالك بيجيب جون، النادي الاهلي بيتعادل ثم يتفوق ياخد اللقاء. اذا مجمل الموضوع، مجمل الحوار، ان النقد يجب ان يكون بعد 90 دقيقه، لان النادي الاهلي له استراتيجيه واضحه انك ازاي تقدر تعود في اللقاء، انك ازاي حتى انت ليك استراتيجيه واضحه بتلعب لعب هجومي، عندك بعض النقاط الفنيه اللي بتركز عليها، وهقول لحضراتكم واحده منها اللي كل حلقه استاد اهلي من فضل الله بنجيبها لحضراتكم، يمكن الاستوديو الوحيد اللي بيجيب هذا الامر، الربط ما بين عبد الله السعيد والاثنين ظهري الاجناب. الهدف بتاع باسم علي، واحد باسم علي يمكن اول اهدافه هذا الموسم مع النادي الاهلي، وشفنا ازاي الربط اللي ما بينه وما بين عبد الله السعيد، وكان نفس الموضوع مع نفس اللاعب في ماتش طلاع الجيش. ادي عبد الله السعيد اهو بيعمل الربط مع باسم بيحطها في المرمى في ماتش طلائع الجيش، عبد الله السعيد ونفس اللاعب برده عبد الله السعيد من نفس المكان، باسم علي بيتقدم عشان يضرب الديفنس بتاع المنافس ويجي له الكره المره اللي فاتت عملها بالعرض ميدو جابر احرز هدف. اذا في خطه وفي طريقه وفي استراتيجيه بيلعب عليها الكابتن حسام البدري. ادي الربط اهو، عبد الله السعيد واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في الكره المصريه، عشان هو عنده دي، عنده زمايله بيتحرك فين وبيعرف يوصل الباس في المكان اللي هم متمرنين عليه ان باسم علي هيكون في المكان ده عشان يستلم الباس، يا اما يعملها بالعرض
يا اما يتعامل معاها. وده بقى الابداع بتاع باسم علي في هذا اللقاء، انه ازاي يقدر يعمل فينش ويترجم هدف جميل جدا، يمكن بيفكرنا كده بهدف تييري اونري ماتش كان البرازيل وفرنسا في كاس العالم 2006 لما عملها له زيدان وحطها بنفس الشكل. باسم بيدلنا حاجه، لان باسم من اللعيبه الموهوبه جدا، لعيب بيتقال عليه فراشه، سريع، عنده حلول بالكره ومن غير بيجيد الاختراق. وده كانت حصل بدري، سواء باسم موجود، سواء صبري رحيل موجود، سواء علي معلول موجود، سواء محمد هاني، احمد فتحي، دايما بيعتمد على اختراق الدفاعات من الاجنب بين ظهري الاجنب، ودي ظاهره في النادي الاهلي عبر تاريخه. اذا في شغل فني بيتعمل، كابتن حسام البدري ازاي بيقدر حتى وهو عنده مشاكل في منطقه المساك وبيلعب محمد هاني، ازاي انه يوقف محمد هاني على رجله حتى بعد الهدف اللي احرزه فريق الرجاء. اللي ما بين الشوطين، المحاضره اللي كانت ما بين الشوطين، وازاي قدر يعدل من اوضاع النادي الاهلي ويرجع. نفس القصه حصلت في ماتش المقص، نفس القصه، طريقه العوده، العوده من سمات الفرق الكبيره. في فرق على مدار التاريخ بتبقى مهزومه الشوط الاولاني بعدد وافر من الاهداف، ادي هي الكره اهي، ادي عبد الله السعيد وادي باسم في المكان المناسب بيخش لجوه ويعمل عرضيه عشان ميدو جابر. ولو فكرت حضراتكم نفس القصه حصلت في ماتش الاهلي والزمالك، عبد الله السعيد وعلي معلول بيلعبها عبد الله لعلي معلول الظهير الايسر، علي معلول ياخد ضربه جزاء ونادي الاهلي بيتفوق بهذه ضربه الجزاء. ادي عبد الله السعيد والربط اللي ما بينه وما بين ظهير الاجنبي. التشكيله الهجوميه اللي حضراتكم شايفينها دي بتتكرر كثيرا في التمرين، نوت باي لك زي ما بنقول في لغه الكره، مش بالحظ، مش بالصدفه، ولكن ده فكر واسلوب واستراتيجيه. ادي نفس الموضوع، عبد الله السعيد بيلعبها لباسم عشان يخلصها نفس اللاعب، ولكن هذه المره ما عملهاش بالعرض، ولكن ابدع انه يحطها داخل مرمى. واحد من احلى الاهداف اللي احرزت هذا الموسم، لان فيها شغل تكتيكي عالي جدا جدا جدا، ولو شفتوا بدايه الهجمه هتلاقوا ان فيها شغل تكتيكي عالي جدا. اذا كابتن حسام البدري وطريقته في انه يرجع فرقته مره تانية لاجواء المباراه، يمسك زمام الامور وهو بيلعب منافس، بيحاول، بيجتهد، بيصارع، والفرق اللي بتصارع من اجل البقاء بقت اكثر شراسه. عشان كده ممكن تلاقي الرجاء ابتدى يحرز اهداف في اللقاءات الاخيره اللي موجوده معاه. كابتن رمضان السيد ربنا يكون في عونه في المهمه الثقيله اللي عليه، ولكن لعيبه الرجاء خلاص ما عندهاش حاجه تخسرها. ادي عمرو السوليه بيبتدي هجمه، وادي الربط ما بين ازارو ما بين جونيور اجاييه عشان وليد ازارو يحرز الهدف الثاني قبل ان يحرز اسلام محارب ايضا من لعبه تكتيكيه جميله جدا الهدف الثالث للنادي الاهلي. ولو شفنا بدايه الهجمه هتعرف الشغل بتاع الكابتن حسام البدري وازاي استراتيجيه العوده. مش اي فريق، في فرق ثانيه، في فرق اسماءها تقيله لما بيحرز فيها اهداف بتنهار تماما وبتتفك تكتيكيا، لكنك ازاي تحافظ على رباط الفريق، الترابط اللي موجود ما بين الخطوط حتى نفسيا، انك تفضل تجهز لعيبتك انك تلعب 90 دقيقه. واحد من اللعيبه الشباب اللي بياخد فرصه وبيلعب في مكان ما هواش مكانه وبيحاول ان هو يؤدي فيه على اعلى شكل هو يقدر يقدمه، واحد زي محمد هاني، ان الكابتن حسام البدري يخليه يكمل ال 90 دقيقه بهذا الشكل حتى بعد اخطائه، ده شيء مش موجود الا في النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي اتعلمنا منه هذا الامر. فلما تلاقي بعض النقد بيطلع لك بعيد تماما عن الموضوع وما بين الشوطين، تلاقي كلام بعيد 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 تماما، الدنيا رايحه في كفه والكلام رايح في كفه ثانيه. وبعدين يجي لك انتقاد لواحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في خط وسط النادي الاهلي، عمرو السوليه. عمرو السوليه واحد من اللعيبه اللي ما شاء الله عنده بنيان بدني قوي، عنده سرعات كويسه، عنده معدل جري عالي جدا. عمرو السوليه لو ما جريش في ماتش بيجري 12 كيلو، ومن اللعيبه القليله اللي بتقدر تلعب لك مركز 8 او اللي هم بيقولوا عليه بوكس تو بوكس ويكمل مكان راس الحربه ويروح يجيب جون. وادي ماتش اهلي واسماعيلي اول الدوري بيلعب المنافس اللي معاه، نادي الاهلي ونادي الاسماعيلي كلاسيكو. بص يعني الجون ده اتكلمنا عليه كتير ولكن اجيبه لحضراتكم تاني عشان تعرفوا الكلام لما بيكون غير منطقي بيبقى عامل ازاي. عمرو السوليه اللعيب الوحيد اللي في خط وسط النادي الاهلي عنده السرعات انه مع هجمه مرتده زي ديت يكمل مكان راس الحربه اللي واخد مكان عشان يفضيله هذا هذه المساحه. بصوا اجاييه فين، ولما يستلم اجاييه بص عمرو السوليه هنا ابتدى السبرنت، ابتدى ياخد السبرنت والجري حول المرمى ويروح في الطريق المرمى عشان يحرز هدف. نفس الشيء تكرر في ماتش تليفونات بني سويف، نفس الشيء تكرر في ماتش طلائع الجيش. لو حضراتكم بصيتوا ادي عبد الله السعيد وهيحصل له الاوفرلاب دلوقتي، وبصوا عمرو السوليه فين، مكمل مكان راس الحربه عشان يحرز هدف. هو ده
قيمة عمرو السولية اللي بيعتمد عليها كابتن حسام البدري لما بيلعبه جنب حسام عاشور، وده قيمة عمرو السولية لما بيعتمد عليه كابتن حسام البدري في الحالة الهجومية، لأن كابتن حسام البدري الشوط الثاني غير الفكر تمام، غير طريقة 4 2 3 1 تماما، أقرب إلى 4 1 4 2، يعني طريقة صعبة جدا مش أي حد يقدر يعملها. طبيعي بتاعها ان بيبقى 4 2 4، ولكن كابتن حسام البدري لعب باثنين راس حربه واثنين على الاطراف اسلام محارب ووليد سليمان، وفي نفس الشيء كان حاطط عبد الله السعيد وجنبه عمرو السوليه عشان يعمل التوازن لدفاعات او خط وسط نادي الاهلي. وادي عمرو السوليه بيحرز ثلاث اهداف، مش اي لعيب في الدوري بيلعب في مركزه يقدر يحرزها عشان معدل جريه وعشان الفكر اللي عنده. وطبعا ده مش نوت باي لك، دي تعليمات من الجهاز الفني، هو عارف امكانيات لعيبه كويس جدا، عارف المعدل البدني اللي هو عمرو السوليه، حتى لما بيجي كابتن حسام البدري بيجي خاطر هجوميا شفناها في ماتش السوبر وشفناها في ماتش الرجاء وشفناها في ماتشات كبيره جدا، انه بيجي خاطر انه خلاص حتى في ماتش الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا بيجي خاطر بيسحب واحد من الاثنين ارتجاس، وبعد الاوقات بيسحب حسام عاشور عشان خلاص عايز حد يكون عنده قدرات هجوميه يقدر يكمل ويبقى راس حربه تاني في المساحه الفاضيه. عمرو السوليه من اللعيبه اللي بتجيد هذا الامر بشكل مميز جدا، وبتدي لك حلول وبتدي لك اهداف، وهو ده اللعيب الاوروبي اللعيب الجديد اللعيب المودرن بلغه كره القدم هو عمرو السوليه، وده اللي بيقدمه لنا النادي الاهلي مع الكابتن حسام البدري في هذا الموسم. ودي من الحاجات من السمات اللي موجوده جوه النادي الاهلي، انك ازاي تكون متاخر بهدف ولكن ما حصلكش مشكله ولا نفسيه ولا تكتيكيه، انت بتلعب بنفس الطريقه بنفس السيستم. نادي الاهلي اضاع العديد من الفرص في الشوط الاول، وكان في اهداف احرزت، ولكن كان منهم برضه عمرو السوليه احرز هدف ولكن الغي بسبب الا تسلل، ومش اي حد يحط نفسه في هذا المكان، مش اي حد يحط نفسه في هذا المكان انه يجيب جون. والنادي الاهلي بيدور على لعيب بيعرف يجيب جوان، لان النادي الاهلي دايما الاستراتيجيه الهجوميه اللي بيلعب بيها انه عايز يروح يجيب جون، عايز لعيبه يكون عندها حلول، لان بنسبه 90% من الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بتلعب بدفاع المنطقه والمرتدات، فده اسلوب النادي الاهلي متعود عليه. فبعض الامور ممكن يبقى غير موفق في الشوط الاول، ولكن بقولها لحضراتكم بعد الدقيقه 60 النادي الاهلي بالطريقه والشغل البدني اللي موجود معاه بيبقى له الكفه الارجح تمام. اخش مع حضراتكم على الاخبار، وخبر من الاخبار الجميله بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، هو واحد من اللعيبه الصراحه اللي احنا لازم ناخدهم كنموذج، وهو صبري رحيل. صبري رحيل اتكلمنا عليه كتير، ولكن النهارده نادي الاهلي بيعلن التجديد لصبري رحيل لمده موسمين. وصبري رحيل من اللعيبه اللي الصراحه لازم ناخدها كنموذج. نموذج في ايه؟ اولا الراجل مجتهد جدا في التمرين، ما بيأثرش، ما تسمعش ان هو بيعمل اي مشكله، على طول ملتزم، ودي من الحاجات المهمه، وتحس ان هو اخلاق النادي الاهلي، لان يعني مش اي لعيب يتقال عليه اخلاق النادي الاهلي، ولكن صبري رحيل من ابرز هذه النماذج. تاني حاجه، صبري رحيل لما بتيجي تلاقيه في الملعب وممكن هو بيكون بقاله فتره ما بيشاركش، ما تحسش ان هو سايب الملعب، ما تحسش ان هو بعيد. ليه؟ لان هو مركز في التمرين، بيجتهد في التمرين ومستني الفرصه اللي ياخدها عشان يثبت نفسه ويبقى حل من حلول الفريق، لان زي ما قلنا لحضراتكم نادي الاهلي دايما بيعتمد على تقدم الاجناب للامام عشان ضرب التكتلات الدفاعيه للمنافسين. اذا انك تكون لاعب بهذا الشأن ويكون عندك صبر ويكون عندك ايمان طبعا بالله سبحانه وتعالى وبموهبتك، وان انت وقت ما تكون هتاخد الفرصه هتأدي وتجتهد بل وتبدع، والمشاهد والمدرب ما يحسش ان انت بعيد عن الملعب، دي حاجه من الحاجات الايجابيه جدا، وبنشوفها في صبري رحيل، وبنشوفها ايضا في باسم علي، نشوفها ايضا في محمد هالي. كل هؤلاء اللعيبه عندهم الميزه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم، والنادي الاهلي النهارده بيعلن التجديد عن صبري رحيل. بصراحه في حوار خاص ما بيني وما بين صبري رحيل قال ان هو طبعا جدد على بياض من غير ما يتناقش في اي امر من الامور، وحبه للنادي الاهلي وحبه لجمهور النادي الاهلي وامتنانه الكبير لجمهور النادي الاهلي، وايضا الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري وكابتن سيد عبد الحفيظ ولجنه الكوره بقياده الكابتن محمود الخطيب، ما خدش تفكير يعني في التجديد وجدد لمده موسمين مع النادي الاهلي. وبنقول الف مبروك لصبري رحيل، لان صبري رحيل من اللعيبه اللي لازم يتاخدوا كنماذج في الالتزام سواء داخل الملعب او في خارجه. نخش في تدريبات النادي الاهلي اليوم.
النادي الاهلي كان عنده تمرين في تمام الساعه 2:30. ابرز ما جاء في هذا التمرين تدريب استشفائي بالنسبه للعيبه اللي شاركت في لقاء الرجاء. وانا عايز اقول للمشاهدين، يعني انتوا هتسمعوا كلمه استشفائي هذا الموسم كتير جدا، ولاسباب شرحناها ان كل 3 ايام مباراه واللعيبه بتشارك بشكل يعني فوق الطبيعي، والكلام ده ما بيحصلش في اي حته في العالم. هكرر نفس الموضوع لان انتوا هتسمعوا كلمه استشفائي هذا الموسم لدرجه ان انتوا ممكن الى حد ما يعني تحسوا كده ايه بالزهق من كلمه استشفائي، هتسمعوها كتير جدا. ولكن كان الله في عون الجهاز الفني، كابتن حسام، كابتن سيد، كابتن طارق سليمان في حراسه المرمى، وكابتن احمد ايوب، وكابتن سيد معوض، واخصائي بقى اللياقه البدنيه كابتن شعلالي وكابتن ابو العيله، والدكاتره. ربنا يكون في عونهم هذا الموسم، لان موسم شاق بدنيا لاي فريق، وانك ازاي تحافظ على المعدل البدني وتقدر على قد يعني على قد ما تقدر تحارب الاصابات اللي بتحصل لك كتير جدا، وتبتدي عشان عندك نواقص في بعض المراكز. لان برضو من حظ السيء للنادي الاهلي ان عندك مثلا 4 مساكين، 3 منهم او قلبي دفاع، 3 منهم بيتصابوا، ودي من الظواهر اللي لازم نشيد بالكابتن حسام البدري انه قدر يتغلب عليها. وحضراتكم شايفين ان ايمن اشرف، محمد هاني بيلعبوا في مركز المساك، والطبيعه بتاعتهم ما هياش ان هو يلعب قلب دفاع. ولكن النادي الاهلي برضو على مدار تاريخه معودنا ان ما فيش لعيب بيتقيد بمركز واحد، يعني ممكن تلاقي لعيب، انا لسه كنت بشيد بالسوليه انه بيلعب في كذا مركز، هتحطه يلعب 6 هولدنج ميدفيلدر او اللعيب اللي هو الديفندر اللي بيدافع بس بشكل اكبر موجود، يهاجم ويروح على الجون موجود، لو جبت السوليه ولعبته مساك موجود. نفس الشيء بالنسبه لايمن اشرف، بالنسبه لمحمد هاني، بالنسبه لاحمد فتحي، ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي بتقدر تلعب في كل الاماكن. ايمن اشرف وعلي معلول وباسم علي، محمد هاني، عمرو السوليه، عبد الله سعيد، جونر اجاي، وليد سليمان اكتفوا بالجري حول الملعب، بينما خاض هشام محمد تدريبات بصوره طبيعيه مع باقي الفريق. وانتم طبعا حضراتكم عارفين ان النادي الاهلي هيستعد لمواجهه الاسماعيلي في الاسبوع 21 من الدوري الممتاز يوم الثلاث المقبل. احمد فتحي وكريم ندفد كان عندهم بعض التدريبات التاهيليه، والكابتن او الدكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل عمل برنامج تاهيلي للثنائي عشان موضوع الاصابه في العضله الاماميه، وكان عندهم تدريب في الجيم لمده 10 دقائق جيريو حوالين الملعب. ايضا من الاخبار الكويسه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بالنسبه للكابتن حسام ان محمد نجيب ابتدى يشارك في التدريبات الجماعيه لاول مره، اول مره يشارك لان كان عنده اصابه، يعني ربنا يكون في عمره وطولت شويه محمد نجيب. محمد نجيب ده برده من اللعيبه اللي ايضا لازم نتكلم عليها كنماذج لانه صبور، ومن اللعيبه اللي فيها نفس الطباع، انك وقت ما يعني نجيب موجود واتزنقت نجيب بينزل وبيسد، ولا تحس ان في اي مشكله ولا كان في اي حاجه خالص، بل بالعكس بيتالق وبيبدع. يعني نجيب لعب ماتشات، افكر كده حضراتكم، نهائيات نهائي الترجي في 2012 كان موجود وبيلعب بصفه اساسيه، مفيش اي مشكله تماما، مفيش اي مشكله تماما من اللعيبه النماذج صراحه اداء وخلقا محمد نجيب، ومن اللعيبه اللي دايما بنشيد بيهم، ودايما الجهاز الفني وحتى لجنه الكره في النادي الاهلي دايما بتشيد بيه. وادي محمد نجيب واستعداداته مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. احمد عادل عبد المنعم انتظم هو الآخر في تدريبات اليوم، وأيضا الوافد الجديد علي لطفي حارس مرمى MP السابق ونادي الأهلي اللي كان أول تعاقدات النادي الأهلي في هذا الميركاتو الشتوي في يناير، كان انضم رسميا النادي الأهلي يوم الخميس الماضي، والنهاردة كانت أول تدريباته مع النادي الأهلي. نتمنى له التوفيق. مش أي لاعب يقدر يخش جوه أجواء النادي الأهلي سريعا، ولكن هنا شخصية لاعب وذكائه وإزاي هو يقدر يطور نفسه ويطبع نفسه مع المجموعة، هنا اللي بيفرق. يعني اللعيبة بتبقى مميزة جدا في فرقها، ولكن لما تيجي النادي الأهلي يحس إن في الوضع الى حد ما مش زي اللي هو اتعود عليه، لانه ممكن يبقى ظاهر جدا في فرقته،
لان مستوى المنافسه بالنسبه لزمايله متوسط او جيد، ولكن النادي الاهلي مستوى التنافس ما بين قاعده اللاعبين ممتاز، فدي من الحاجه اللي لازم اللعيبه اللي تنضم للنادي الاهلي لازم تكون حطاها في تفكيرها، انك لازم تبقى ممتاز على مدار اسبوع كامل في التمرين، ما تاثرش في اي تمرينه، بتموت نفسك في الملعب عشان تقدر تلاقي مكان لنفسك في التشكيله الاساسيه، ولو ما لقيتش لازم تفضل تكافح. لازم تفضل تكافح، هكررها تاني، لان مركز انك تلعب اساسي في النادي الاهلي وسط هذه المجموعه، وحتى لو ما فيش مجموعه ما هياش سهله على اي لاعب مهما يكون مستواه الفني. خلينا نكمل كلامنا برضو، نتكلم على الاصابات. مروان محسن هداف النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي كان يعني يا دوبك استفاق من الاصابه الطويله للرباط الصليبي، ابتدى يشارك تدريجيا مع النادي الاهلي، حصل له اصابه التواء في الكاحل وخرج من حسابات الجهاز الفني للقاء الاسماعيلي، وهيبتدي جزع في الكاحل وهيبتدي يجري التدريبات او الاستعدادات التاهيليه عشان يرجع مره ثانيه يشارك مع النادي الاهلي في التدريبات عشان يكون جاهز للمباريات. مروان من اللعيبه الصراحه ايضا اللي يعني فنيا عالي جدا، عنده حلول، بيلعب بدماغه كويس، بيعرف يبقى محطه لزمايله ويقف على الكوره، بيعرف يبقى خطاف، هو مهاجم خطاف، وصراحه سواء كان مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي كان له بصمه خاصه في الموسم الماضي، كان حتى النادي الاهلي بيلعب المصري وكان كسب 1-0، كان مروان محسن هو اللي احرز هذا الهدف، ونتمنى له سرعه التجهيز مره ثانيه عشان يبتدي يشارك مع النادي الاهلي. النادي الاهلي لسه موضوع الدوري لم يحسم، لسه في بطوله كاس مصر وايضا في بطوله افريقيا، والنادي الاهلي بيحتاج لكل لعيب. بصراحه دي من الحاجات اللي برضو لازم نتكلم عليها. ادي مروان مع كابتن ابو العلا، والاصابه لما بتكون طويله مع اللاعب برضو شخصيه اللاعب هي اللي بتفرق، يعني غير ان انت بتاخد العلاج المطلوب والعلاج اللازم، النادي الاهلي ما بيبخلش، ولكن شخصيه اللاعب هنا والصبر بتفرق كتير جدا في سرعه عودته وانه يرجع جاهز، دي من الحاجات المهمه بالنسبه للعيبه. وبرده موضوع التدوير اللي بيعمله الكابتن حسام البدري هذا الموسم صراحه، ودي من العديد من حتى المدربين الشباب وحتى المدربين الكبار بيقولوا احنا ابتدينا نتعلم من الكابتن حسام البدري انه ازاي عنده مشكله زي مشكله الاصابات وتلاحم المباريات، ودي صراحه اشاده للجهاز الفني بالكل، يعني ان لازم يكون في دراسه من المدربين الشباب ازاي الكابتن حسام البدري هذا الموسم بالتحديد قدر يتغلب على موضوع الاصابات الكثيره، انه ما شاء الله النادي الاهلي حتى الان من 19 مباراه 15 فوز، وعلى الرغم من كتر الاصابات اللي موجوده مع النادي الاهلي وصل ايضا لفاينل افريقيا ونفس الظروف، ودي من الحاجات اللي تحسب للجهاز الفني ككل. خلينا نروح لخبر اخر، وهو خبر ايضا مفرح لجماهير الكره المصريه. علي جبر خلاص بينضم رسميا لنادي ويست بروميش ألبيون الانجليزي، وبيزامل نجم النادي الاهلي السابق اللاعب احمد حجازي، ودي حاجه ايجابيه. ايجابيه ان انت عندك اثنين قلبي دفاع منتخب مصر بيلعبوا جنب بعض حتى على الصعيد الانديه، وده بيدي تجانس كبير، لان انت عارف في المنتخبات اللعيبه بتزامل بعض في المعسكر فقط والمباريات، لكن لما ودي عشان كده لما بيكون عندك اثنين قلبيه دفاع من النادي الاهلي وده دائم في منتخب مصر بيبقى في تجانس، الاثنين حافظين بعض، حافظين طريقه الاداء، حافظين ده كويس في ايه، حافظين النواقص، ده بيبقى طريقه رقابته للمهاجم ازاي، نفس الشيء، فبيبقى في انسجام وده مطلوب وصراحه حاجه ايجابيه. ولكن احنا عايزين علي جبر اللي كان موجود في كاس الامم الافريقيه، تالي الرساله واضحه ان علي جبر اللي كان موجود في كاس الامم الافريقيه هو كان ابرز صوره، واعتقد ان هو احترف بسبب بالشكل والاداء اللي كان موجود عليه علي جبر في كاس الامم الافريقيه وايضا تصفيات كاس العالم، كان الصراحه على اعلى مستوى، وده اللي بننتظره منه، لان علي جبر اصبح من الركائز الاساسيه داخل منتخب مصر وبنتمنى له التوفيق. كانت اجراءات اللاعب لدخول انجلترا خلصت، وطبعا موضوع التصريح العمل وورك بيرميشن، انجلترا من الدول اللي عندها اجراءات رخمه شويه، يعني صعبه شويه في التعامل، ان انت لازم تطلع تصريح عمل عشان يحق ان انت تخش في الدوري الانجليزي وتبتدي تلعب وتاخد راتب، وفي نفس الامر
ان لازم يكون عندك عدد مباريات مع المنتخب الوطني. طبعا ده لو انت خارج الاتحاد الاوروبي وخارج انجلترا يكون اكتر من 85% عشان يبتدي يطلع لك تصريح العمل. وعلي جبر بيشارك زي ما قلت الحراك مع منتخب مصر في كل هذه المباريات، فعدى هذه المرحله وطلع له التصريح العمل عشان يبتدي يخش داخل فريق ويست بروميتش البيون. والإعارة كانت ب 500,000 دولار، ويعني ولو في بيع نهائي هيوصل سعره ل 2,200,000 يورو، ودي حاجة صراحة أيضا تحسب لنادي الزمالك في هذا الأمر. نفس الشيء الإنتاج الحربي، هنتكلم مع الانتقالات. ضم خالد قمر مهاجم نادي الزمالك، وأحمد العش مهاجم مدافع نادي وادي دجلة في انتقالات يناير. اللاعب الأول اللي هو العش انضم لمدة موسمين ونص، وكان قريب أنه هيروح النادي الأهلي، ولكن نادي الإنتاج الحربي وكابتن مختار استطاع أنه يحصل على خدماته. وأيضا خد نادي الإنتاج الحربي أو تعاقد مع اللاعب خالد قمر لمدة 6 شهور، وكان ده على سبيل الإعارة. نادي الإسماعيلي عنده إغراءات مالية كتيرة جدا للمهاجم الكولومبي كالديرون، بصراحة ده شيء متوقع. نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات جادة جدا مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي عشان ياخد كالديرون، وكان العرض قيمته 100 مليون دولار، مليون دولار. اعتقد ان اداره الاسماعيلي بترفض بشده بيع كالديرون هذا الموسم، لان هم لحد دلوقتي ما عندهمش البديل، ودي من الحاجات اللي مقلله فرص النادي الاسماعيلي في الحفاظ، كانت على الحفاظ على صداره الدوري والمنافسه مع النادي الاهلي. نحن كنا لسه بنتكلم نادي الاهلي مميز في موضوع التدوير وان في بديل، والبديل اللي بينزل بيبقى زي الاساسي. نادي الاسماعيلي في تباين في هذا الامر، لما يكون كالديرون مش موجود بتفرق كتير جدا من الناحيه التهديفيه وقيمه التهديفيه بالنسبه لنادي الاسماعيلي. وفي كذا لعيب في الاسماعيلي صعب ان انت تلاقي له البديل زي كالديرون، زي ابراهيم حسن، دول من اللعيبه، حسني عبد ربه، دول من اللعيبه اللي لما ما يكونوش موجودين في الملعب بتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لفريق النادي الاسماعيلي. اتشيمبونج ينضم لبتروجيت رسميا. بصراحه احنا كنا انفردنا هنا في استاد الاهلي، وكان عندنا مداخله مع الكابتن طارق يحيى، وكان اعلن ان هو خلاص بصدد التعاقد مع اتشيمبونج، وان هو كان دربه في نادي الزمالك وعارف قدراته وامكانياته بشكل كبير، وكان هو ده يعني علاقته ما بينه وما بين اللاعب كانت هي الابرز في ان اتشيمبونج، لان احنا في يعني الاسبوع الماضي سمعنا كلام كتير ان اتشيمبونج ممكن يطلع السعوديه، اتشيمبونج ممكن يروح فرقه ثانيه غير بتروجيت، ولكن علاقته والكابتن طارق يحيى كانت ليها العامل الابرز ان هذا اللاعب ينضم لفريق بتروجيت لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة. وكان أتشيمبونج مع جلسة مع كابتن أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك، وأيضا حمادة أنور مدير الكرة في فريق بتروجيت والسابق في فريق نادي الزمالك عشان ينهوا الإجراءات، وخلاص أتشيمبونج أصبح يدافع عن ألوان فريق بتروجيت في النصف الآخر من الموسم. في خبر صعب على هيكتور كوبر، وهو خبر إصابة كريم حافظ نجم نادي لانز والظهير الأيسر، لأن صراحة في هذا المركز وخاصة في وجود لاعب زي معلول مع النادي الأهلي وأيضا العجان مع نادي الزمالك بيبتدي يحسسك كده أن في بعض المشاكل في الجبهة اليسرى، لأن عبد الشافي أصبح وحيدا، ولكن في بعض العناصر اللي قادرة صراحة عندنا في النادي الاهلي في صبر رحيل قادر ان هو يلعب في هذه الجبهه، وفي لعيبه ثانيه ايضا في على اعلى مستوى. لكن بالنسبه لهكتور كوبر من المدربين اللي لما بيكون معاه تشكيله بيحب يحافظ على قوامها، ما بيغيرش بشكل كبير داخل قوام الاستراتيجي اللي لعب بيه سواء تصفيات افريقيا ولعب بيه كاس امم افريقيا وتصفيات كاس العالم، لان في 3 مراحل خدها المدير الفني الأرجنتيني هكتور كوبر مع منتخب مصر. الأول مرحلة كانت التأهل إلى كأس أفريقيا أو أمم أفريقيا، وكان منتخب مصر بقاله فترة ما بيتأهلش لنهائيات كأس الأمم الأفريقية على الرغم أنه هو الأكثر حصولا عليها. ثم كأس الأمم الأفريقية نفسها اللي وصل فيها للنهائي أمام الكاميرون وهزم في النهائي بهدفين مقابل هدف، وتصفيات كأس العالم
اللي بفضل الله سبحانه وتعالى وصل إلى نهايات كأس العالم بعد غياب، يعني دخلنا كنا على 27 سنة ما بنتأهلش لكأس العالم. هكتور كوبر خلاص اتفق على استبعاد كريم حافظ بسبب انه عم معسكر الفراعنه المقرر له 19 وحتى 27 مارس المقبل، وده بعد اتصالاته مع اللاعب وقال انه هيغيب لمده شهر ونص عن المشاركه في المباريات، وده اللي هيخلي الامر صعب جدا بالنسبه للمدير الفني انه يعتمد عليه في هذا الامر. كريم حافظ ايضا من اللعيبه احنا الصراحه ما بنشوفوش كتير، لان حتى فريق لانس بيلعب في الدرجه الثانيه في الدوري الفرنسي، ولكن هو الدوري الفرنسي حتى الدرجه الثانيه بيبقى دوري قوي ومن الدوريات الاكثر تصديرا للنجوم. ولو بصينا على الدوري الانجليزي والدوري الاسباني اغلب اللعيبه جايين من الدوري الفرنسي وهم عندهم هويه تصدير النجوم كتيرا، بيعرفوا يصنعوا نجم، بيعرفوا يصدروا لعبتهم لأكبر الأندية سواء في الدوري الإنجليزي، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، يعني فرنسا والدوري الفرنسي منجم للنجوم. ويعني على مدار التاريخ حضراتكم شايفينه حتى الآن، أنت عندك بوجبا من نجوم مانشستر يونايتد من الدوري الفرنسي، جريزمان حتى كان النادي الأهلي بيلعب أمامه في الودية، نجم أتلتيكو مدريد من الدوري الفرنسي، ونجوم كتير حتى جاميرو اللي كان بيزامل جريزمان في أتلتيكو مدريد من الدوري الفرنسي. على فكرة برضه في مفارقة إن جاميرو ده كان بيلعب مع نجمنا في النادي الأهلي في فريق ستراسبورغ وسوشو، وجاميرو لما راح لفريق أشبيلية أدى بشكل كبير جدا، وصل لنهائي الدوري الأوروبي ثم تألق وابتدى يخش في نطاق أتلتيكو مدريد، وأتلتيكو مدريد من الفرق اللي لو تألقت فيها هتروح مع الأندية الكبيرة بقى اللي بتلعب في سيمي فاينال تشامبيونز ليج وفاينال دوري أبطال أوروبا، ابتدي تخش في الأمور يعني خش بقى النجومية العالية جدا، واحد من هدافي الدوري الاسباني، وده من ابرازات الدوري الفرنسي اللي بنتمنى لكريم حافظ انه ايضا يتالق ويروح فريق اكبر من لانز في هذا الدوري القوي. نطلع التاريخ جاهز ولا لسه يا شباب؟ طيب احنا نطلع فاصل و نستضيف نجومنا الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن محمد عامر، وايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن عادل فهيمه، وتحليل وافد للجوله ال20 من الدوري المصري الممتاز. اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حبيبي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيوفي الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن عادل فهيمه. مساء الخير يا كابتن منور. اهلا كابتن، اهلا بيك. مساء الخير. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن محمد عامر. مساء الخير يا ابو الكباتن منور. مساء الخير يا ابو حميد، ازي صحتك؟ اتشرف ليا ان حضرتكم معانا. ربنا يبارك فيك ويعزك. نتكلم عن الجوله ال20 في الدوري الممتاز، فيها ظواهر عديده كان ابرزها هو عوده النادي الاهلي زي ما اتكلمت مع حضراتكم في بدايه الحلقه، ازاي النادي الاهلي كان متاخر ثم استطاع في العوده والتعادل ثم احراز هدف التقدم ثم الهدف الثالث، ايضا فوز المصري على نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء انفرازه بالمركز الثالث، ثم عوده المقصه للفوز بعد غياب 7 مباريات منذ أن فاز على النادي الأهلي، نادي المقصة لم يفز، وحينما هزم أمام النادي الأهلي عاد مرة أخرى للفوز، ومواصلة فريق الإسماعيلي لنزيف النقاط وتعادل مع نادي الأسيوطي، وكانت المباراة الثالثة على التوالي، ثم الداخلية يفوز في واحدة من أفضل مبارياته على نادي طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، ويقفز عدة مراكز في جدول المسابقة. ابتدت النقطة كابتن عادل تبقى في منتهى الأهمية بالنسبة لفرق الدوري الممتاز، ابتدت تقاتل أكثر من أجل الحصول على النقطة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بنشكركم على الاستضافة، وطبعا مع النجم الكبير كابتن عامر. ربنا يكرمك كابتن. شرف كبير لينا إن احنا نبقى متواجدين في قناة الأهلي العزيزة على قلبنا. طبعا بالنسبة للسؤال بتاعك، النقاط في الدور الثاني بتبقى مهمة جدا. في الدور الاولاني معظم الفرق بتبقى بتلعب بشكل مفتوح، كل واحد عايز يلم عدد كبير من النقاط، وده على تاريخ على مدى تاريخ المسابقه دايما كل الفرق بتحاول انها تجمع نقاط مهمه جدا في الدور الاولاني، بحيث ان الدور الثاني يبقى فيه صعوبه.
التعادل والنقطة والثلاث نقاط بتتحسب، لأن بيبقى فيه صراع ما بين الهبوط، صراع ما بين الحصول على بطولة الدوري أو على الصراع على المربع الذهبي. ما فيش شك إنه النادي الإسماعيلي بينافس النادي الأهلي، حصل نوع من أنواع التراجع شوية بعد المدير الفني ما مشي، لصبر ما مشي، والكابتن أبو طالب العيسوي مسك تولى تدريب الفريق. كان الأداء جيد جدا، ولكن للأسف كان التوفيق ما كانش حليفه في المباريات واضطر للاستقالة. النادي الأهلي بيسعى أنه يحصل على البطولة المفضلة بالنسبة له. في تنافس ما بينه وبين الإسماعيلي والمصري. المنافس التقليدي نادي الزمالك بقى بعيد شوية، بقى بعيد قوي يعني. يعني عمليه هيبقى في صعوبه كبيره جدا ان هو يخش في التنافس، الا يعني في المنطق بيقول انه هيبقى بعيد جدا يعني. فالاسماعيلي والاهلي هيبقى في نوع من التنافس القوي جدا بينهم، هم القريبين من بعض. ولكن النادي الاهلي لما ياخد المباراه المؤجله مع المقاولين العرب اعتقد هيبقى في فارق كبير جدا. كابتن عامر، بالنسبه لبطوله الدوري دايما بنلاقي زي ما كابتن عادل تحدث، اتكلم ان في فرق بتقدم في الدور الاولاني مستوى ممتاز ومستوى جيد، وثم يبقى في تفاوت كبير ما بين الدور الاول والدور الثاني. نفس الشيء بيبقى في اقالات بالجمله في الاجهزه الفنيه، ودي من العوامل اللي الصراحه بقت ظاهره سلبيه في الدوري الممتاز. هو انا كنت هعقب على كلام كابتن عادل، وانت سالت نفس السؤال. يعني لما هتيجي تبص على الفرق اللي هي بدات تتراجع، يتراجع نتائجها، الاسماعيلي، وادي دجله، مصر المقاصه، الزمالك، ام بي، كل دوت عامل الاستقرار ما كانش متوفر في هذه الفرق، خاصه في تغيير المدربين. نادي الزمالك في سنتين فاتوا غير حوالي 19 جهاز فني. الواحد بيغلط من كترهم. ده غير الفترات اللي كان لما ما بيلاقوش مدرب بيحط محمد صلاح. نعم. يعني دي فترات برضو نعتبرها انتقاليه. تغيير. نعم. يعني برضو تغيير، يعني يخش في 20 مره، 21 مره، حاجه كده يعني. نفس الشيء برضو الاسماعيلي كان ماشي كويس، وانا من قبل حتى ما ابو طالب العيسوي يتولى مهمه الاداره الفنيه في الاسماعيلي، انا كنت بقول ان الاسماعيلي في وضعه هذا ده انجاز بالنسبه له، بالنسبه للامكانيات، لا بالنسبه لثلاث اربع سنين فاتوا. نعم. ثلاث اربع سنين فاتوا كان متراجع، كان متراجع جدا. فكون ان هو حتى يبقى في المربع الذهبي، او هيبقى في الخمسه اللي فوق او في السته اللي فوق في هذه السنه، يبقى ده انجاز بالنسبه له، ان هو يبقى في تغيير في شيب ده. لكن ينافس على الدوري لا، لان هو ما عندوش دكه قويه زي النادي الاهلي، ما عنده كل لعيبته 30 لعيب، مش عايزين نقول بدلاء، لان النادي الاهلي لما يبقى فيه 30 لعيب كلهم بيبقوا زي بعض كلهم، وده احنا شايفينه ان حسام البدري لما بيعمل روتيشن في بالنسبه لفريقه في 5 6 الاداء ما بتاثرش، كله بيشتغل في 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 سيمفونيه واحده، في رتم واحد، باداء واحد. عشان كده النادي الاهلي يعني هو فارق دلوقتي حوالي 6 ولا 7 بونت، وعنده ماتش مؤجل، عنده 6 نقاط، وعنده ماتش مؤجل، عنده ماتش مؤجل، والمباراه القادمه مع الاسماعيلي. يعني اذا النادي الاهلي على اعتاب باذن الله يحرز البطوله بنسبه 60 او 70% في حاله الفوز على الاسماعيلي. فطبعا حته عدم الاستقرار بالنسبه للانديه ده عامل كبير جدا في تدهور نتائج الانديه بالنسبه لوادي دجله، بالنسبه لمصر المقاصه، بالنسبه للاسماعيلي. وبرضه مع احترامي ابو طالب العيسوي من المدربين الكويسين جدا، لكن انت غيرت في نص الموسم، وهنا هنا هنا اللعيب عشان يستوعب فكر كابتن عادل، وبعدين يجي عليا محمد عامر اشغله شغل، كل واحد بيبقى، كل مدرب بيبقى كل شيء له. فده طبعا ده بيأثر بشكل سلبي جدا، وده اللي مأخر نتائج هذه الفرق.
هو بالتأكيد الاستقرار هو من أهم العوامل للتقدم بشكل متزن في جدول المسابقة. خلينا نروح لتقرير مهم جدا عن حارس النادي الأهلي الوافد الجديد علي لطفي، نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلامنا مع نجوم الكبار. أولى صفقات النادي الأهلي خلال الفترة الحالية هو انضمام علي لطفي حارس مرمى فريق إنبي إلى صفوف فريق النادي الأهلي بدءا من الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري. وبينضم لي في هذه اللحظات علي لطفي حارس مرمى فريق النادي الأهلي. علي برحب بيك على شاشة قناة الأهلي في أول لقاء خاص ليك وحصري على شاشة الأهلي ومع جمهور النادي الأهلي، فبرحب بيك ونقول لك ألف مبروك انضمامك للنادي الأهلي. طبعا الله يبارك فيكم وبشكركم جدا، ده شرف ليا طبعا إن أنا أظهر في قناة الأهلي ويا رب اكون على حسن ظن الجماهير. يعني طبعا بدات طبعا من كابتن طارق سليمان من تقريبا من سنتين كان بيتكلم معايا وكانت الدنيا كانت بتتاخر شويه فما كانتش بتتم، بس الحمد لله يعني في شهر يناير السنه دي العمليه تمت والحمد لله المفاوضات جت ناجحه والحمد لله. طبعا بشكرهم وبشكر الكابتن حسام البدري وجهازه الفني وعلى ثقتهم فيا ان انا اكون موجود في النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، ده شرف طبعا كبير لاي لاعب طبعا والجماهير، وطبعا بشكرهم على دعمهم ليا الفتره اللي فاتت ان انا اكون موجود. فالحمد لله كابتن حسام وجهازه الفني كابتن احمد ايوب كابتن طارق سليمان كانوا موجودين في نادي بحوالي 6 شهور وانا كنت شغال معاهم ال 6 شهور دول بشكل اساسي، وكان في الدوري واشتغلنا بشكل كويس الماتشات كلها تقريبا الماتشات كلها كنا بنكسبها وكنا شغالين كويس جدا. فانا طبعا هم يعني هم عارفيني من فتره وعارفين امكانياتي وعارفين شخصيتي، فده طبعا شرف ليا طبعا ان هم يبقى اكون موجود في النادي الاهلي. طبعا بشكرهم جدا وان شاء الله اكون على حسن ظنهم. هي طبعا مفاجاه بس مفاجاه جميله طبعا لاي لاعب يتمنى يكون في موجود في النادي الاهلي. وكانت الدنيا كنت متخوف شويه لان كان من سنتين المفاوضات كان في مفاوضات بين اداره النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، بس الدنيا ما بتمشيش بشكل كويس فاكمل في انبي. فالحمد لله كنت مخاوف شويه، وطبعا بشكر الكابتن علاء عبد الصادق طبعا قام بمجهود معايا كبير جدا ان انا اكون موجود في النادي الاهلي وبشكره طبعا، وان شاء الله اكون على حسن ثقته فيا وان شاء الله اكون جدير بالمكان اللي انا فيه ان شاء الله. طبعا كابتن حسام رحبوا بيا الجهاز الفني كله رحبوا بيا وانت وقال لي طبعا انت مش غريب علينا ولا احنا غريب عليك وشد حيلك وان شاء الله اكون داعمين ليك وفي ظهرك. وطبعا ده شرف كبير جدا طبعا ان انا اشتغل مع يعتبر احسن جهاز فني في مصر وان شاء الله اكون على حسن ظنهم ويا رب يعني للنادي الاهلي وجماهيره مزيد من البطولات. واتمنى طبعا ان انا اشارك في بطولات النادي الاهلي واكتب تاريخ طبعا لنفسي ان انا اكون من ضمن منظومه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي من اول معسكرات منتخب الشباب لغايه المنتخب الاول. طبعا كنا مع بعض وطبعا في علاقه بيننا طبعا علاقه جميله طبعا رحبوا بيا جدا وطبعا في الملعب كمان يعني الناس بتتكلم معايا بشكل كويس جدا بتشجعني في الملعب كاول تمرين بتحفزني، فبشكرهم جدا طبعا اللعيبه وان شاء الله ربنا يكرمنا مع بعض ونقدر نحقق بطولات ومزيد من البطولات للنادي الاهلي وجمهوره يعني ان شاء الله. طبعا هو سعد سمير وهشام محمد ومروان وايمن اشرف احنا كنا مع المنتخب وحمودي كنا مع بعض المنتخب الاولمبي فعلاقتنا طبعا طيبه جدا وعلى طول كنا بنتقابل بره ويعني كنا بنتقابل على طول بنخرج مع بعض. فطبعا شرف كبير جدا واستقبلوني بشكل كويس وطبعا بشكرهم طبعا على حسن استقبالهم وان شاء الله خير الفتره اللي جايه. طبعا يعني شريف اكرامي واحمد عادل والشناوي طبعا مش ما فيش حد فيهم غريب عليا، مرنا مع بعض كتير في المنتخب وناس محترمه جدا ويعتبر احسن اجوان في مصر وبشكرهم جدا طبعا على حسن استقبالهم ليا وكلامهم معايا. لا احنا بقى لنا فتره طبعا في المنتخب زي ما قلت حضرتك كنا بعلاقه كويسه جدا بينا وبين بعض وان شاء الله نقدر بالمنافسه بينا وبين بعض نقدر يبقى حراسه المرمى في النادي الاهلي تلعب بشكل كويس وتليق. طبعا المنافسه طبعا يعني المنافسه هتبقى قويه جدا طبعا ان شاء الله. طبعا لمصلحه الجمهور النادي الاهلي بيلعب في عدد من البطولات وطبعا بيبقى المنافسه طبعا حلوه جدا في حراسه طبعا
ومعانا رمضان طبعا نفسه مش طيب. ف طبعا ده لينا كلنا الفتره الاولى طبعا النادي الاهلي والنادي الاهلي بيتمنى طبعا السنه دي ان احنا نحقق الافريقيا ان شاء الله نقدر نحققها. وانا منصه قويه وطبعا بشكر الجهاز الفني كابتن حسام البدري ان انا اكون ضمن القائمه الافريقيه طبعا بشكره جدا وان شاء الله نادي بشكل كويس ونقدر نحقق البطوله باذن الله. الجمهور طبعا بيحفزني جدا كان بيقول لي احنا مش هتيجي بقى النادي الاهلي والكلام انت عارف كلام الجمهور دوت اقول لهم ان شاء الله. فطبعا بشكرهم جدا على تحفيزهم ليا الفتره اللي فاتت على السوشيال ميديا وبشكرهم طبعا على تحفيزهم دوت وان شاء الله اكون على حسن ظنهم وبشكرهم جدا طبعا ويا رب يعني نادي بشكل كويس يكون على حسن ظنهم الفتره اللي جايه. العيله كلها طبعا اهلاويه بطريقه غير طبيعيه طبعا. فانا طبعا اول ما قلت لهم النادي الاهلي بيفوتني وبتاع طبعا ده والدي قال لي ده شرف لاي لاعب وان شاء الله هتروح وشد حيلك. وطبعا بشكرهم طبعا على وقفتهم جنبي الفتره اللي فاتت وان شاء الله برضو اكون حسن ظنهم ودعواتهم معايا ان شاء الله. طبعا احب اوجهها لجمهور النادي الاهلي بشكرهم طبعا على وقفهم جنبي الفتره اللي فاتت وبتمنى ان هم يكونوا في ظهري وحافز ليا وان شاء الله اكون على حسن ظنهم ان شاء الله. من الصفقات المهمة بالنسبة للنادي الأهلي حارس من الحراس المميزين وعنده خبرة في المنتخبات الوطنية وأبرزها المنتخب الأولمبي حتى تحدث كابتن عامر هل وجود علي لطفي في المنتخبات الوطنية لمنتخبات مصر يديله ثقل وهو داخل على مرحلة النادي الأهلي؟ ده شيء اكيد يعني مديله خبرات على وعلى ان هو لعيب من الحراس اللي انا يعني في رايي ان هو موهوب. نعم. وده هيدي قوه كبيره جدا لحراس النادي الاهلي لان لما يبقى عندي علي لطفي وعندي اكرامي شريف اكرامي والشناوي وعادل. نعم. الاربعه انا ويا ريت عادل كمان ما يمشيش الاربعه هيبقى في منافسه شديده جدا جدا جدا. انا بقول لك وافتكر الكلام ده هتشوف لو وقف مره شريف اكرامي هتلاقيه احسن من الاول ولو والنهارده الشناوي هيخاف على مكانه وعادل عاوز ينط على الثلاثه دول عشان يلعب يعني المنافسه في صالح الفريق في صالح الفريق 100% لان طبعا احنا يعني ما يبقى فيما قوي قوي واللي معاه هو عارف انه هيلعب مش هيبقى بالقوه اللي مش هيطور من نفسه لا مش هيبقى بالقوه وبالمستوى العالي اللي النادي الاهلي ياخد بيه الدوري. لكن النهارده لما اي واحد فيهم هيقف عايز يقف عشان يبقى فيه استمراريه ليه زي ما احنا زمان كده كنا 30 لعيب كابتن عادل برضه في ايامه كان اللي كان ينزل الملعب ما بيصدق ينزل يحط رجله مش هتشيلوني غير بقى باصابه غير بـ 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 بايقاف لان ورايا اربعه خمسه لعيبه في نفس مركزي عايزين يلعبوا وكلهم مميزين وكلهم مميزين. فالنهارده لما يبقى عندي اربع حراس كلهم في منافسه شديده جدا بينهم اللي هيلعب اكيد هيبقى على مستوى عالي جدا في المرمى. كابتن عادل راي حضرتك في انتقال علي لطفي؟ هو طبعا اضافه زي ما قال الكابتن عامر كده انه عنده خبرات ومنتخبات. انا بس لما يكون الاربع تجوال وانت في كل ماتش بتبقى محتاج جول او كده محتاج واحد ممكن يطلع اعاره. عادل انا شايف ان هو واخد قرار انه يطلع بحيث انه عايز محتاج انه يلعب ماتشات كتير. نعم. فانا مع دي انه لو طلع يبقى في ثلاثه، الثلاثه مميزين جدا. وفي نقطه مهمه جدا للاسف الاعلام مركز عليها كتير جدا في الفتره اللي فاتت على شريف. فبقول شريف اكرامي ده راجل بقاله 10
11 سنه 12 سنه الحارس الاساسي في النادي الاهلي، بطولات سواء دوري كاس افريقيا سوبر، كابتن متربي في النادي كمان من 10 سنين معانا، فكل ده بيتنسي علشان مباراه او اتنين. يبقى احنا ناس مجحفين ولا ندي للناس حقوقها. حق الراجل ده، ده راجل كم البطولات اللي خدها في تاريخ النادي الاهلي لا يمكن حد يغفله. وحارس المرمى في كل الاوقات لازم بيغلط، تشوف الجوال في كل العالم، ما فيش حد، ما فيش لاعب ما بيغلطش. فخطا بيحصل، احنا بشر، ما احناش الهه ولا حاجه. ف اخر ماتش شريف كان بيلعبه مع غانا، وشفنا كل الناس اشادت بادائه في ماتش غانا وماتش دولي. كم الماتشات الدوليه اللي لعبها شريف، سيبك من الدوري والكاس، دوري وكاس واخد بطولات كتير جدا. طيب الماتشات الدوليه اللي لعبها، الكم ده كل ماتش دولي بيضيف لرصيده من الخبرات محدش يقدر ياخدها ولا بالفلوس ولا باي حاجه. بيجي بعديه الشناوي، الشناوي لازم طبعا هيبقى عايز يبقى موجود بكثافه وبقوه، وكذلك لطفي عايز برضه جاي عنده امل ان هو برضه يبقى فيه التنافس الشريف ده والحب اللي بينهم، واللي يبقى جاهز يبقى موجود. والتنافس ده يا كابتن برضه في مصلحه الفرقه. اكيد. بس في مدرستين، في مدرسه بتقول ان انا في جول بيبقى هو بيستمر باستمرار على طول، زي ما كان الحضري كان موجود وكان بيبقى شريف وراه او كده، وكان دايما الحضري هو اللي بيلعب. دي مدرسه. وفي مدرسه ثانيه بتقول يبقى في تنافس وفي ماتشات، احنا بنشوف برشلونه في ماتشات في الكاس، هو الكاس الحارس ياخدها الحارس البديل، الحارس البديل في العقد بتاعه مكتوب ان انت ماتشات الكاس انت تاخدها. الدوري كله انت مالكش دعوه بيه، في الا في حاله ان في اصابه او ايقاف او هذا الامر يعني. بس نعم. أنا في حاله لما مستواه يبقى يؤهله انه يلعب. نعم. فبرضه انا بركز على لان النقطه دي اصلا ما حدش اتكلم فيها، نقطه شريف ونقطه الشناوي. الشناوي ماشي كويس قوي، لكن برضه محتاج خبرات ومحتاج ماتشات ومحتاج خبرات دوليه. فلا نجازف ان انا اجي في ماتش دولي او في افريقيا او الى اخره وابقى بغفل حته الخبره، حته الخبره دي مهمه جدا. طبعا لطفي جاي لاعب ماتشات كتيره، عنده خبرات زي ما الكابتن عامر قال، عنده موهبه ودي مهمه جدا. انا بفضل من وجهه نظري الحارس الرابع هيبقى باستمرار عبء ثقيل، لانه المدير الفني هيلعب بواحد او باثنين، مش ممكن هيلعب بثلاثه. فاذا حضرتك بتفضل ان يكون في اعاره، عادل هو عنده عنده الرغبه، نيه الاعاره هو يطلع، لما يطلع هيبقى فيه نوع من ال يطلع كاعاره يلعب ماتشات، اكيد دي هتزوده. جاله حاجه بره يرجع تاني على النادي، يبقى فيه استفاده فنيه وماديه منه، ودي حاجه من الحاجات المهمه، بحيث ان برضو قوام الفريق بيبقى ايضا، انت ما خسرتش عادل تماما، ولكن هو بياخد خبرات وبيرجع، وايضا بياخد حساسيه الماتشات. في نقطه ثانيه مهمه جدا، المدرب حراس المرمى هيبقى عبء ثقيل جدا عليه انه درب اربع جوال. لما يكون بيدرب ثلاث جوال، في ولا اثنين بيلعبوا وفي واحد مثلا بياخد ماتش ودي، او نمره اثنين ياخد ماتش ودي، الماتش الودي ده ممكن العب نمره اثنين ونمره ثلاثه، وابقى بقيم كده كل اسبوع او كل اسبوعين، انا عندي مين نمره واحد فلان، نمره اثنين فلان، نمره ثلاثه فلان. بس انا عايز اقول حاجه يا كابتن عادل بعد اذن حضرتك، يعني هم المفروض يبقوا اربع حراس مرمى، ثلاثه كبار وواحد واعد من الناشئين. ده الموجود، ده حصل. لكن لو مفيش واحد واعد من الناشئين يبقى الاربعه موجودين. ليه بقى؟ لان ممكن واحد يتصاب، يبقى عندي ثلاث جوال. انا في السفريات لازم اخد ثلاث جوال معايا، يعني باخد في السفريات مثلا ما بروحش 18 لعيب بس، انا باخد 20 لعيب معايا، 21 بيبقى معايا ثلاث حراس، والباقي تحسبا لاي ظرف. اي ظرف، ممكن واحد منهم من بالليل يجي له انفلونزا ما يلعبش، ما يبقاش موجود في ال 18. يبقى عندي ده كلام حضرتك مظبوط 100%، خاصه ان احمد عادل عبد المنعم يعني برضو محتاج انه يلعب عشان يرجع مستواه تاني ويرجع اسمه تاني والكلام ده كله. لكن وجوده مهم لو ما عنديش واحد واعد رابع معايا في
مع لطفي ومع الشناوي ومع هو في رمضان اللاعب رمضان موجود وده من حارس من 99 وحتى لعب في لقاء البلاستيك الودي مع النادي الاهلي وبياخد يبقى كده فرصه يعني عادل ان هو يطلع عاره يبقى عارف كابتن العاره عباره عن ايه؟ من 6 شهور من 3 شهور انا عارف يا كابتن بس داخلين على شهر 2 والدوري يخلص 5 ما هو انت كابتن ما هو 3 شهور دول انت هتلعب فيهم اولا انت بتلعب على انت بتلعب على بطولات ما بتلعبش على مركز ثاني ولا ثالث بتلعب على بطولات فانت محتاج على طول تبقى جاهز هتلعب في افريقيا هتبدا تلعب في افريقيا كل ده برضو يبقى انت محتاج يعني محتاج انت فرقه بطوله ما انتش فرقه بتلعب على تبقى في المربع الذهبي او بتبقى بتحسب من مركزها لا ده احنا بنلعب على على على, على بطوله على المركز الاول بس هو طبعا احمد عادل من ابناء النادي الاهلي نتمنى له التوفيق في ظل ان هو خد قرار الاعاره ل احد الانديه وطبعا مشاركته بصفه اساسيه هتدي له حساسيه النشاط وهتثقل من قيمته الفنيه. احنا نذهب الى لقاء النادي الاهلي والرجاء. نادي الاهلي كان بيبحث عن الفوز رقم 15 ومواصله التصدر بطوله جدول الدوري العام. النادي الاهلي بدا متاخرا هذا اللقاء ثم عاد وصحح من اوضاعه وفاز بثلاث اهداف مقابل هدف صراحه اهداف كانت جميله جدا. كان تقدم فريق الرجاء عن طريق حماده ناصر في الدقيقه 40 ثم عاد وليد ازارو في الدقيقه 51 واحرز هدف التعادل قبل ان يضيف باسم علي الهدف في الدقيقه الثاني في الدقيقه 59 قبل ان يحرز اسلام محارب البديل الجيد في الدقيقه 73 الثلاثيه. كابتن عادل النادي الاهلي بيواصل عروضه القويه مع كابتن حسام البدري واداء نموذجي امام فريق الرجاء وفوز بثلاث اهداف. المباراه دي كانت في غايه الاهميه لانك انت بتلعب مع الفريق المتزايل لجدول الدوري. نعم. ده بيعمل نوع من انواع الهبوط المعنوي للفريق اللي هو ما بيبقاش مركز انما النادي الاهلي دايما متعود ان هو في المراحل ديت المراحل الصعبه عنق الزجاجه دي ان اي بونت يفرط فيه بيبقى فيه كده بطوله داخل بطوله. نعم. انك انت تاخد بطوله الدوري بس يبقى عندك اكبر عدد من الاهداف داخل مرماك اقل عدد من الاهداف ثم الاداء الممتع. المباراه ديت الشوط الاولاني علشان احنا في قناه الاهلي لازم نقول الصراحه والواجب والحاجه اللي احنا شايفينها بامانه. الشوط الاولاني كان فيه نوع من التراخي. نعم. من بعض اللاعبين. نعم. وده حصل والدليل على كده بين الشوطين كابتن حسام صرح وقال ان انا بين الشوطين عنفت بعض اللاعبين لانه كان هناك تراخي. التراخي ده ممكن يبقى فيه لعيبه عندها نوع من الهبوط المعنوي شويه انه ضامن يكسب في اي وقت وفي لعيبه مجهده. في لعيبه مجهده لانك انت بتلعب النادي الوحيد اللي بيلعب كل 3 ايام مباراه النادي الاهلي. هو النادي الاهلي. ثم لعيبتك في المنتخب على طول اي تجمع للمنتخب متاخد. الحاجة الثانية على مدى تاريخ النادي الاهلي بقالنا 10 سنين الدوري ملحوم في الدوري في 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 المسابقة اللي بعديه. نعم. يعني انت تخلص دوري يبقى فاضلك اسبوع علشان وفي العلم بيقول انك انت لازم على الاقل تاخد شهر. الله ينور عليك يا كابتن. لازم تاخد شهر فترة راحة. نعم. تبعد تماما عن كرة القدم. نعم. وبعدين تبدأ فترة اعداد 3 اسابيع 4 اسابيع زي ما بيتاح ليك. النادي الوحيد على مدى تاريخه ال 15 سنة اللي فاتوا دول على طول الموسم بيلحق في الموسم اللي بعديه. طبعا في لعيبه مجهده يعني نقول مثلا وليد سليمان مجهد. نقول علي معلول في اجهاد. حسام عاشور في اجهاد. بدليل ان هو لم يشارك مع حسام عاشور باجهاده لم يشارك. شارك ايضا في قلب الدفاع سعد سمير. النهارده سعد سمير حتى بنتمنى له يعني شفاء ترك التمرين بسبب ان هو شعر باصابه فمسلسل الاصابات يا كابتن عادل متكرر. كابتن حسام كابتن حسام والجهاز الفني والجهاز الاداري وكابتن سيد عملوا ايه؟ في عمليه تدوير يعني اسلام محارب كان ما كانش بيلعب ابتدى ياخد هاف تايم احيانا يبدا بيه احيانا تلت ساعه احيانا نص ساعه وبعدين ابتدى هشام يخش ابتدى هاني يخش ابتدى باسم يخش بدل فتحي صبري صبر رحيل هشام محمد من احسن الاظهره الموجودين في مصر انا من وجهه نظري ولو علي معلول مشي هيبقى من الناس اللي هتسد وهتسد تماما وفي وليد في ايمن اشرف ممكن يلعب في المركزين حسين السيد انا سامع ان هو طلع اعاره
بصدد الخروج للاعاره. لا هو لسه أو مش في صدد لسه في صدد يعني لسه برضه ما استقرش طبعا يعني انما هي فرصه فرصه جيده انه يلعب يشارك بصفه اساسيه. الشوط الثاني حصل نوع من التركيز الشديد جدا، تلاقي من اول دقيقه بتجيب الجول الثاني الثالث، وبعدين بعد الثالث انت داخل كمان فرص بتضيع سهله، بس انت بتوصل وفي نوع من انواع الجديه. وانا بحيي الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام على الملاحظات، وما بيتكسفش بيزعل ولا بيقول الحقيقه في المؤتمر الصحفي، يطلع بيقول نمره واحد ونمره اثنين الشوط الاولاني كان هناك تراخي، وان انا عنفت اللاعبين بين الشوطين علشان ما ينفعش ان انا في مباراه افقد اي نقطه، وخاصه ان انا الدوري ده الحاجه المفضله بالنسبه للجمهور. طب كابتن عامر، تأخر النادي الأهلي بهدف على الرغم أنه هو أضاع العديد من الفرص، وحتى في يعني هجمات أحرز منها أهداف، ولكن كان لعيبة النادي الأهلي متسللة في الشوط الأولاني سواء السولية أو عبد الله السعيد، وكانوا حتى هدفين جمال. يعني تأخر النادي الأهلي بهدف وعدم يعني عدم الكابتن حسام البدري الفريق زي ما قال كابتن عادل ما بين الشوطين محاضرة قويه بعد التعنيف، ثم الشوط الثاني النادي الاهلي بيغير الاستراتيجيه تماما، بيغير الطريقه ل 4-2-4 في الامام، مجازفه هجوميه كبيره جدا، وفي الاخير النادي الاهلي بيحرز اهداف على اعلى مستوى. هو طبعا انا شايف ان النادي الاهلي في الشوط الاولاني يعني ما كانش في بالتراخي اللي هو يعني بالشكل الكبير، لكن انا شايف لعيبه النادي الاهلي كمان بعد عنها التوتر والقلق، بيلعبوا وهم عارفين ومتاكدين انهم هيكسبوا، لانهم في سلاسه في الاداء، في ربط بين الخطوط، في ربط بين اللعيبه وبعضيها، في تفاهم بين 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 اللعيبه وبعضيها. الشوط الاولاني هو كان فيه يعني في مستوى فريق الرجاء، كان كنت عارف تعرف فريق الرجاء الاخير وعاوز يطلع ببونت، يعني من النادي الاهلي يطلع ببونت، ولو طلع بالثلاثة بونت هيبقى بالنسبه له مكسب كبير جدا. فطبعا الكره حتى الكره اللي جت غلطه من محمد هاني واحرز منها الهدف. لكن تبص على مجمل الشوط الاولاني، اي نعم النادي الاهلي مش بنفس مستوى الشوط الثاني، لكن ضيع حوالي 3-4 فرص فيهم استعجال شويه، استعجالهم ده خلاهم يدخلوا في منطقه التسلل في كام كوره احرزوها. لكن الشوط الثاني ان غير الاستراتيجيه حسام البدري وغير تكتيكه، ولان فرقه الرجاء بعد ما احرز الهدف انكمشت في نص ملعبها وقفلت خطوطها قبل الهدف. يعني خلينا واقعيين يعني الهدف لا واكتر كمان يعني هو ال 10 لعيبه وال 11 لعيبه كانوا في نص ملعب الرجاء، لكن تحس ان لعيبه النادي الاهلي في نضوج كبير جدا، حته التوتر ان هم يعني ان هم مغلوبين ما ادوهمش الاستعجال، ما ادوهمش ان هم يبقوا متوترين في الملعب ويبقى في ميس باسكت باس كتير هدف بيحصل فيه لحضرتك بتتكلم فيه، تحس ان اولا في استحواذ اكتر، في ترابط اكتر، في تلبيه للكوره في اي مكان بتروحه، بتلاقي الكوره رايحه الاجاييه بيتحرك له وليد سليمان، بيتحرك له ازارو، يعني في تجانس وفي ترابط وفي تلبيه لسريان الكوره في كل مكان، وده اسفر عنه ان الجول الاولاني والجول الثاني لباسم علي والجول الثالث لاسلام محارب. كابتن عادل، محمد هاني اخطا في كره الهدف، هل يحسب الجهاز الفني الحفاظ على محمد هاني الدقيقه 90 وتدعيمه عكس ما ممكن بعض المدربين التانيين يبقى في رد فعل قاسي بسبب ان النادي الاهلي تلقى هدف بسبب خطا زي ده؟ ما احنا قلنا طبعا اللاعب ممكن جدا يغلط، فانا مش هعنفه، لكن انا اعلمه ازاي تقف صح. كره زي دي ما ينفعش انه يعديها بالشكل ده. وبعدين انت كمدافع لازم تشتغل بعقليه المهاجم، انت مدافع صحيح لكن تشتغل بعقليه المهاجم. المهاجم ممكن يعمل ايه؟
المهاجم ممكن يخش يبقى انت لبره وهو في اتجاه المرمى؟ ما ينفعش. انت كراجل مدافع بتبقى واخده بحيث انك تبعد اي خطوره عن المرمى، تاخده فين؟ في اتجاه الكورنر. نعم. انما ما يعدكش بالطريقه دي، علشان هو لسه راجل لاعب واعد ولاعب ممتاز وما هوش مركزه، وبعدين ده مركزه الرئيسي باك رايت، وممكن نعم. يبقى هاف على فكره، يبقى هاف نعم. مميز جدا زي نعم. رامي. نعم ده حقيقي. رامي ربيعه انا بفضل ان العبه باك رايت او هاف ديفندر. نعم. لانه اخطائه في الحته في حته المساك صعبه جدا، وما بيشتغلش بعقليه المهاجم. نعم. مفروض طبعا اكيد الكابتن حسام في التمرينات اللي بعد كده بيجيب الشريط ويقول له شفت انت الراجل ده عدى ازاي بالطريقه ديت، وطبعا بالاسلوب التربوي المحترم، لان عشان يتعلم لازم يغلط، بعدين الغلط تبقى اشهر زي دي. نعم. من ضمن الحاجات اللي انا بحيي فيها هاني ان هو يعني في ماتشات كتيره، ثلاث ماتشات لعبهم في الحته ديت وكان سادد جدا. نعم. الماتش المقصه منهم ماتش الاهلي والزمالك، يعني نزل في توقيت صعب جدا، واذا ما كانش الولد ده متزن نفسيا يعني ايه، وانا واقف في مباراه زي دي ابقى عارف انا شغال ازاي. وبعدين النادي الاهلي وكابتن حسام بيلعب الـ 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 الهجمه بتاعتنا بتطلع من تحت، ما بتتشطش زي بقيت معظم فرق الدوري، كله راح واخد ومديها كوره طويله لراس الحربه وبعدين الناس تعدي. لا، النادي الاهلي بيبدا من حارس المرمى بيلعب لاحد الظاهرين او السرد باكين، وتبدا الهجمه بطريقه فيها جمله معينه. المباراه كلها بتبقى عباره عن اكتر من جمله. التحفيز ده محتاج شغل، في انديه كتير ما بتشتغلش الشغل ده، فانا بحيي هاني ان هو في الحته دي ومش بتاعته، لكن فعلا بيثبت انه راجل على كفاءه عاليه جدا. الخطا البسيط ده ما يتحسبلوش، لكن اكيد هيتحسب ليه ان هو الحاجه دي اكيد مش هتتكرر تاني باذن الله. احنا برضو عايزين نوجه حضراتكم ان الان بتقام مباراه مصر وتونس في نهائي بطوله افريقيا كره اليد، وحتى الان التعادل بعد 10 دقائق الان تقدم منتخب مصر بسته اهداف مقابل 5 لمنتخب تونس. كل الامنيات بالفوز طبعا لمنتخبنا في هذه المباراه والحصول على بطوله افريقيا اليد. ابطالنا في كره اليد ان شاء الله يجيبوا لنا الكاس اليوم. هروح لكابتن عامر. النادي الاهلي مع كابتن حسام البدري في الاهداف في دايما جمل بنحس ان في ترابط، يعني الهدف الاولاني شفنا ترابط ما بين السوليه، ثم لما غير كابتن حسام البدري اجاييه من الجناح ودخله الى راس حربه ثاني جنب ازارو، في تفاهم ما بينهم، اداله حتى واحده ثرو باس وازارو حطها برجليه الشمال وانهاها بشكل مميز. نفس الشيء حصل ما بين عبد الله وباسم، ودي متكرره ان عبد الله دايما بيشغل الاجنبي الاطراف. نتكلم الاول على الهدف الاولاني ما بين ازارو واجاييه، تناغم وتجانس كبير جدا ما بين الاثنين فريق النادي الاهلي. هو يعني انا بس عايز اعقب كمان على نقطه، ان في النهارده عندي باسم علي ممكن يلعب هاف ديفندر، ممكن يلعب هاف رايت، لعيب من اللعيبه اللي لعب كذا والناحيه الهجوميه عنده كبيرة. الميزه النهارده بقت في النادي الاهلي ان اما يبقى باسم علي ممكن يلعب في كام مركز، في 3-4 مراكز. ايمن اشرف بيلعب باك ليفت وبيلعب مساك. محمد هاني نفس الموضوع، بيلعب مساك وبيلعب السوليه نفس الشيء. حتى وليد سليمان لعب باك شمال في بعض المباريات. فالنهارده حتى تلاقي هداف الدوري مش موجود في مش من لعيبه النادي الاهلي، يعني هداف الدوري جون انطوي في مصر. بس ازارو مش بعيد. ليه؟ لان احنا عندنا كل السته اللي قدام بيجيبوا جول. نعم. يعني اي حد بيجيب جول، ما احناش معتمدين على واحد بس. فدي نقطة إيجابية. نقطة إيجابية جدا. نعم. بدليل دي هتودينا فين؟ هتودينا ان احنا ان النادي الاهلي بيلعب كتيم وورك، ما بيلعبش بشكل فردي. نعم. ما بيلعبش زي ما بيقول الكابتن عادل الكور الطويله اللي طويلة الهجمه بتبدا من تحت. نعم. من عند محمد هاني، من عند ايمن اشرف. نعم. من تحت بتروح للسوليه لاجاييه لما في اول تايم كان رابط بين نص الملعب وبين بين ازارو. نعم. التناغم بين الخطوط اللي قدام، وليد سليمان واجاييه وعبد الله السعيد، ما
مع عبد الله السعيد مع باسم علي، عبد الله السعيد مع معلول، تحس ان فعلا زي ما قلت لك في الاول انهم بيتحركوا مع كوره، يعني الكوره بتروح وهي رايحه لباسم علي، في متابعه لازاره على القريبه، جاي داخل على البعيده من تحت عند البلن عبد الله السعيد. فلو الكره اللي جابها باسم علي جابها جول، لو هو مش في استطاعته انه يجيبها جول عنده ثلاثه، بقى عنده ثلاثه يلعبها على القريبه، يلعبها على البعيده، يلعبها لورا لعبد الله السعيد. نفس الشيء من الناحيه الثانيه من عند معلول. ففي تناغم وفي ربط بين الخطوط، في ربط بين اللعيبه. انت حضرتك الهدف الاولاني النادي الاهلي يا ريت زمايلنا يجيبوه، اجاييه اداها لازارو في يعني عايزين نقول في خرم ابره، وحاسس ان ده عنده سرعات وهيسبق مدافعين الرجاء ويحطها كده. ده بيلعبها وهو على المغمض، يعني وهو عارف ان ازارو هيتحرك في الحته دي فبيلعبها له. يعني ده الهدف اهو، يعني شوف لمسه واحده على المغمض فعلا زي ما حضرتك قلت. خلاص حافظوا بعض. يعني انا بحيي حسام البدري، بحييه جدا ان هو يعني ادي الهدف اهو، وادي السليه اكبر، وادي اجايه فعلا من لمسه واحده ثرو باس عالمي. يعني هو عارف انه هيتحرك وبيلعبها له في الحته دي، يعني خلي بالك لعيبها من ورا اللعيب، وازارو عارف انه هيلعبها له في الحته دي، فراح لها وحطها بسلاسه جدا. الشيء الجميل ان لعيبه النادي الاهلي ما عندهاش التوتر، يعني كان ممكن الهدف اللي دخل في النادي الاهلي ده يوتر اللعيبه. ليه كابتن مفيش توتر؟ هل عشان مذاكرين كويس؟ ايوه مذاكرين كويس، مستعدين كويس، في استمراريه في هذا الشغل، في تلقين من حسام البدري في اللعيبه دي، ان مهما حصل في الملعب نلعب بادائنا برتمنا بشغلنا، ما فيش حاجه تطلعنا عن الشغل اللي احنا بنعمله كشغل من ناحيه اليمين من ناحيه باسم علي، او شغل من ناحيه الشمال من ناحيه معلول، او من العمق عن طريق اجاييه ووليد سليمان بمساعده ازارو معاهم. فكل دوت دي عوامل. انا كنت قاعد حاسس وانا بتفرج على المباراه والنادي الاهلي مغلوب واحد، النادي الاهلي هيكسب، مش هيتعادل، هيكسب. فدي دي 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 حاجه، حاله حسام البدري لما يوصل بفريق النادي الاهلي بهذه الحاله، يبقى احنا يعني النادي الاهلي لو ما لعبش هيكسب. يعني اذا في تخطيط جيد. ممكن تيجي جول الا بالعناصر دي. التيم الوحيد اللي في مصر ويمكن في معظم دول افريقيا النادي الاهلي بيلعب كده، هتلاقي كل جواله جايه كده. الجول الاولاني اختراق من العمق، نعم. الجول الثاني الطرف، نعم. هتلاقي في ماتشات الزمالك الجول الثالث تسديد من بره 18، نعم، او يعني على خط 18. فالثلاث عناصر موجودين فيها، ان المندفع من الخلف دي بتحصل في ماتشات كتير، تبص تلاقي عمرو السولية مكمل في الكور الثابته. في ناس بتنتقد عمرو السولية. اللي ينتقد بس هو المهم المدير الفني المسؤول عن النتائج. في النهايه بيقولوا انه الاهلي حصل على الدوري بالعناصر دي. نعم. كون انك انت تنتقد وانت قاعد في البيت، لا انت روح التمرين وشوف هو بيأدي ازاي، وايه اللي المدير الفني طالبه منه كواجبات. انت ما تزيدش، لا انت النهارده تزيد. الواجبات دي مين يعرفها الا المدير الفني واللاعبين اللي موجودين. هتلاقي الاهداف بتاعت الزمالك، هتلاقي من الاطراف تسديد من العمق، مش كده؟ معلول الاول، عبد الله ومعلول والربط. هتلاقي كل الاهداف بتاعت النادي الاهلي اما اختراقات من الاطراف، اما تسديد من بره عبد الله السعيد. هتلاقي اختراقات من العمق. في ماتش المقصه اكتر من هدف، ومنهم كان ضربه جزاء لازارو. فالتنوع ده، وزي ما بيقول الكابتن عامر في نقطه مهمه جدا، وهي انه الهداف الدوري مش من عندك، مش من النادي. نعم. ليه؟ لانك انت بتفاجئ التيم المنافس اللي بيلعبك، انك انت ما انتش عارف مين اللي هيجيب الجول.
فتلاقي الجول جاي لك من ناحيه اليمين، من ناحيه الشمال، اختراق من عمق، تسديد من بره، متابع من الخلف. الحاجات دي المدير الفني للمنافس، تيم المنافس، علشان يقفل كل العناصر دي بتبقى فيها صعوبه. يعني تنوع اللعيبه اللي بتجيد احراز الاهداف او تنوع عمليه التهديف في النادي الاهلي دي ميزه من مميزات المدير الفني يا كابتن. غير لما يكون انا بعتمد على الكوره من الجول اروح شايطها لراس الحربه. راس الحربه يفضل يخبط، يروح عدت، يروح رايح حاططها وراجع، وبعدين يروح مقفل وخلاص والماتش انتهى. فين المتعه هنا؟ ما برضو الكوره اتعملت يا اخوانا، اتعملت عشان الناس تتبسط. نعم. تبقى قاعده في البيت او قاعده في المدرج تستمتع بالاداء. النادي الاهلي دايما بيمتع جماهيره انك انت التيم بتاعك بيلعب بسبع ثمان جمل في المباراه. نعم. هتلاقي جمله، وهنا في استحواذ ايجابي عكس الاستحواذ السلبي. في ناس تقول لك انا باخد الاستحواذ، طب انت صنعت كام فرصه؟ مفيش. يبقى انا، طب انا يعني انا استفدت ايه وانت بتلعب استحواذ وما خلقتش فرص؟ ماتش الزمالك لو نفتكر. نعم. في اول اربع دقائق انت جبت جول. السيناريو الثاني اللي اتعمل من الجهاز الفني ايه اللي حصل؟ ابتدى نوع من الضغط كان من فوق الاول لحد. نعم. ما جبت الهدف. نعم. بعد كده ابتدى يقابل من نص الملعب. نعم. لانه عارف ان النادي الزمالك هيبتدي يندفع. نعم. ابتدى السيناريو الثالث ان انا هلعب على المرتده. ابتدى معلول تتلعب له من ورا لمؤمن زكريا. تقوم ملعوبه تروح جايب الجول الثاني، جول وليد، الكره برده مرتده، اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه بس اللي كانوا عاملين المرتده، وليد بتتلعب له من رامي. نعم. لازارو، لازارو جول. نعم. النادي الاهلي بيلعب على المرتده، عمرك شفت الاهلي بيلعب على المرتده؟ انت اذا انت الحاجه دي انت بتعملها لانك انت قاري المباراه كويس، وعارف التيم اللي قدامك بيلعب ازاي، وعارف عناصر القوه فيه ايه، والناس اللي عندهم المهاره زي حفني وهو الاخره، انت تضغط عليهم، الناس دول لازم تقفل عليهم ما يخشوش جوه ال 18 خالص. فانت وبرضو افكر الناس، الفاولات كانت قليله جدا في المباراه دي. هو وكمان كابتن حسام البدري يعني ارى الجيم ولعب على الواقع اللي قدامه. يعني هو ما بداش المباراه زون ديفنس ويلعب على الهجمات المرتده، هو خدها بتدريجيا، هو خدها بالواقع. نعم. شاف ان فرد الزمالك هتبقى مندفعه. ده مش الزمالك عشان. بس الساده المشاهدين، برضه عايزين نفكر مشاهدينا ان دلوقتي منتخبنا في كره اليد متفوق ب 11 هدف مقابل 8 على المنتخب التونسي. خلينا نروح للقاء الاخر، وهو لقاء في نقطه استاذنك سريع بس يا كابتن، عشان احنا بدانا المباراه. نعم. بدانا المباراه في ماتش الزمالك. نعم. انك انت ضغط من تحت. ليه؟ نعم. ليه؟ كابتن حسام عارف ان ايهاب جلال بيبدا الهجمه من تحت. نعم. واللعيبه ما لحقتش تتمرن عليها. ما تمرنوش عليه، علشان كده شفت الضغط منين؟ نعم. فقدر ان هو يستخلص الكره. بعد كده ما بقاش الضغط من هنا. نعم. بقت من ثلث ملعب زي ما حدث في بقي المباراه. احنا هنستاذن حضراتكم بس هنذهب للقاء الاتحاد والمقاولين، وده من اللقاءات الصراحه اللي كانت مهمه بالنسبه لقيل الفريقين. بالنسبه للاتحاد السكندري بيحاول ان هو يعود مره اخرى ويستعيد مستواه مع المدير الفني الاسباني ماكيدا والكابتن محمد عوضه والمقاولين، ومواصله صراحه هذا الموسم من افضل مواسم المقاولين العرب في الاونه الاخيره. من حوالي 3 4 سنين ما كانش المقاولين بيقدم هذا الاداء، ولكن صراحه اشاده كبيره جدا بكابتن محمد عوضه فريق المقاولين العرب هذا الموسم. نادي الاتحاد في البدايه تقدم بالتهديف على فريق المقاولين، احمد كابوريا احرز هدف، وده الهدف الثاني له من ضربه ثابته صراحه، فاول من الفاولات الجميله تقدم فيها في الدقيقه 42، ثم تعادل احمد علي من واحده من افضل اهداف الموسم صراحه. احمد علي من الفراوده اللي بيثبت نفسه هذا الموسم وبيقول للمنتخب الوطني مستر كوبر يبقى عنده نظره. ده الهدف الاول. يعني كابتن عامر، لقاء كان صعب بالنسبه لكلا الفريقين، مفيش تفاوت كبير في المستوى. عوده مره اخرى لفريق الاتحاد انه ياخد نقطه مهمه يعدل فيها من جدوله، وهو حتى الان في المركز 14 21 نقطه. هو طبعا المباراه كانت صعبه جدا على الفريقين، الفريقين كويسين، ونادي الاتحاد كمان بوجود رئيسه استاذ محمد مصلحي الراجل المحترم، والتدعيمات اللي عملها بكابوريا جال الاتحاد
فرقه الاتحاد انا اعتقد انها جايه جايه في الدور الثاني، هتأدي بشكل كبير جدا. فاول بعيد بس مفاجاه يا كابتن ان هو يجي بهذا الشكل. طبعا هو كمان كان ده مش عارف كان في استاد اسكندريه تقريبا. والملعب كان فيه ميه وحاجات كده، لكن فرقه الاتحاد ده برج العرب. برج العرب هو اسكندريه. لا الاستاد ما بتلعبش عليه خلاص، يعني كل ماتشاته ما تبقى في البرج العرب. برج العرب فانا شايف ان فرقه الاتحاد جايه، يعني بالرغم ان المباراه دي طلعت 1-1، لان على 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 الجانب الاخر بص الهدف ده يا كابتن احمد علي، يعني عملها كده. أيوة. دبل كيك من احلى اهداف الموسم. لا لو بصينا لفرقه المقاولين العرب هتلاقي يعني لعيبه اهلي وزمالك موجودين في ودعم كمان. دعم كمان عوده باولو. وهناك احمد علي من الاهلي. احمد علي الزمالك واحمد علي اللي رفعها واحمد علي اللي حطها. ايوه فالفرقتين فيهم عناصر خبره كبيره جدا، ومن احلى المباريات اللي اتلعبت مباراه المقاولين والاتحاد. كان فيه نديه جامده جدا، ما تحسش ان يعني الاتحاد كان متفوق بهدف وبعدين اتعادل المقاولين، فتحس ان في فعلا فرقتين في الملعب بيأدوا كوره جميله جدا. وراهم اتنين مديرين فنيين من على اعلى مستوى، خاصه محمد عوده. يعني وجهه نظرك في المقاولين السنه دي يا كابتن، المركز السابع عنده 29 نقطه، متزن دايما في التطور. نادي المقاولين من ساعه ما تولى محمد عوده الفريق وهو في تصاعد مستمر، وان كان الدور الثاني هيبقى صعب جدا جدا على كل الفرق. حتى على النادي الاهلي، لان لما تيجي تبص للمركز من المركز الثامن للمركز ال 15 يا كابتن عادل، قبل الصعود للهويه او حفره الهويه اللي هو من 16 و17 و18 دول اللي هيهبطوا. ما احناش عارفين مين. هتلاقي فرق 6 بونت، يعني ماتشين، يعني فرق يعني ماتشين المكسب هتقفز بيك. فانت اللي الثلاثه بونت، النادي الاهلي النهارده هيبقى بيلعب الدوري عشان ياخد الدوري، وهيلعب هياخدها ماتش مش صح. مش هيبص لها كده، هياخدها ماتش لان النهارده قابل الرجاء الاخير، والرجاء في الماتش كسب 1-0، وكان ممكن يعني الدنيا تتلخبط ويطلع خسران، يبقى النادي الاهلي هيتاخر 3 بونت. الماتش اللي جاي مع الاسماعيلي اللي هو المنافس، محتاج ان هو يوقع الاسماعيلي عشان يبقى يركب ويفرق في بنات. اللي بعديه هتلاقيه مع طنطا اللي هي برضو متاخره، اللي بعديه هيبقى مع الانتاج، وهكذا. كل الفرق دي اللي من اول الثامن لل 15 كله بيحارب، لان مباراه تفرق كتير، هتفرق في هتطلعه فوق يا هتنزله تحت. نروح للقاء الاخر وهو الاسماعيلي والاسيوطي، والنادي الاسماعيلي كما ذكرنا في المقدمه بيواصل نزيف النقاط ويتعادل. البدايه كانت من محمد رزق اللاعب الاسيوطي من ضربه جزاء، ثم تعادل حسني عبد ربه في الدقيقه 48 ايضا من ضربه جزاء. كابتن يا عادل، هل الاسماعيلي تاثر جدا بسبب عدم وجود بودله، ام السبب الرئيسي هو رحيل الجهاز الفني بقيادة بيصابه؟ بشكرك على السؤال ده، لانه النادي الاسماعيلي لم يدعم فرقته في بدايه الموسم بالتدعيم الكافي. يعني حتى في الانتقالات الشتويه برضو التدعيم اظن ولد واحد بس افريقي او من ماليزيا اسمه باتريك ويا اظن، فواحد بس. طبعا العنصر المادي مهم جدا، وده اللي النادي الاسماعيلي بيبقى مفتقده، ما فيش الدعم المالي الزياده بحيث ان هو يقدر انه يصرف على الفريق ويقدر يجيب عناصر قويه، بحيث ان هو يبقى دكه البدلاء مش هيقدر يستمر مع ضغط المباريات كل 3 ايام في مباراه، استحاله هيقدر يعني يستمر، ما يكونش في عمليه تدوير بينه وبين اللاعبين. اعتقد هتبقى صعوبه قويه جدا، وهيبقى فيه النقاط هيبقى فيه استنزاف ليها، لانه هو دلوقتي 42 نقطه في المركز الثاني، عنده 20 لقاء، النادي الاهلي عنده لقاء مؤجل، والاهلي هيواجه الاسماعيلي اللقاء القادم يا كابتن، ومحمد محسن ابو جريشه
يعني برضه ربنا يكون في عونه. اول ماتش كمدير قياده فنيه لنادي الاسماعيلي، حتى نادي الاسماعيلي ياتي بمدير فني هو محمد محسن وجريشه في اللقاء القادم. شوف يا محمد، اصل انت بتنظر دلوقتي، لا كمان 16 مباراه، انت ما عندكش دكه بدلاء قويه، واللعيب اللي هياخد انذار تاني مش هتلاقي، وبعدين لو لعيب اصيب مش هتلاقي البديل الكفر. فكان المفروض في الانتقالات الشتويه دي، لان احنا كنادي اهلي يهمنا قوي نادي الاسماعيلي، احنا بنحب جدا نادي الاسماعيلي، عشان الناس اللي بتوقع بين الاهلي والاسماعيلي، احنا بنحب جدا الاسماعيلي. وزمان كان يبقى فيه دايما منتخبات بين الاهلي والاسماعيلي، وكان دايما في تبادل لاعبين. الله يمسيه بالخير ويشفيه كابتن هاني مصطفى، كان النادي الاسماعيلي بيستعيره في بطولات افريقيا. نعم. وكان احيانا علي ابو جريشه كان بيجي يلعب مع النادي الاهلي المباريات الوديه. المباريات الوديه امام الفرق الكبيره. اداء امام الفرق الكبيره. يهمنا جدا النادي الاسماعيلي، عشان كده احنا بنقول الدكه المفروض تبقى اقوى من كده، وكان يبقى فيه دعم، الدعم ده مش هيجي الا اذا كان هناك صرف، ويبقى فيه مع القانون الجديد للرياضه يبقى فيه فلوس بحيث ان انا اجيب لعيبه. وبعدين برضو الاداره طبعا على اعلى مستوى، عثمان بيها يعني المفروض ان انا يبقى فيه تفعيل مجلس الاداره ان يجيب موارد علشان يصرف على فرقه الكوره. النادي الاسماعيلي الفتره اللي جايه انا هبقى مشفق عليه، لانك انت هيبقى كل ثلاث ايام مباراه، منهم مباريات فيها سفر، فانت هتبقى فيها صعوبه جدا، هيبقى فيه استنزاف للنقط، وده اللي انا بتمنوه. ده برضو من اللقاءات الاسماعيلي استنزف فيه بعض النقاط امام المقاولين 2-0 و2-0. ويعني الصراحه برضو كلام حضرتك، يعني ده كان اللقاء اللي قبل لقاء نادي الاسماعيلي امام الاسيوطي، وكان برضو كابتن ابو طالب العسوي. هل وضعيه الاسيوطي كابتن عادل مع كابتن علي ماهر مفاجاه لينا هذا الموسم؟ طبعا هي مفاجاه، بس هو ما تنساش ان كابتن هادي خشبه هو مدير الكوره. نعم. وهادي خشبه بخبراته الكبيره جدا مع النادي الاهلي الناحيه الاداريه، طبعا الناحيه الاداريه احيانا بتبقى يعني متساويه مع الناحيه الفنيه، واحيانا بتبقى اكتر. انك انت النواحي الاداريه دي مهمه جدا، ان اللعيبه ال 30 لعيب اللي عندك ازاي بياكلوا، ازاي بيناموا، ازاي بتعمل لهم عمليه وبيريح التحضير الفني، وبيريح المدير الفني بيبقى وظيفته الوظيفه الفنيه بس. نعم. الميزه في علي انه بيلعب بجراءه، ما بيعود اللاعبين، ما بيبقاش في خوف، وبعدين برضه عمليه التدعيم. نعم. بيدعم، وبعدين ما عندوش مانع ابدا ان عنده نجم. نعم. عايز يبيعه عشان يكمل عمليه، عشان يكمل التدريب. انت لما هتبيعه ب 10 13 مليون هتقدر تجيب اكتر من عنتر. نعم. فده برضه فكر بتاع راجل، طبعا رئيس النادي راجل عايش في اوروبا على طول، واعتقد رئيس نادي احد الانديه في اوروبا عنده الفكر الاحترافي، بحيث ان هو النادي الاسيوطي ما نغفلش حقه ان هو ماشي كويس جدا. المركز ال 12 عنده 24 نقطه صراحه، بينافس او معتلي عن بتروجيت، معتلي الاتحاد، بينافس المقصه نفس النقاط، طلاع الجيش اكتر منه بنقطه، وده شيء يحسب له. اللعيبه بتدي ادي بثقه. المدير الفني عامل نوع من انواع الثقه للاعبين، بيبداوا الهجمه برضو من الفرق القليله قوي اللي بتبدا الهجمه من تحت. نعم. ما بيشوطوهاش ولا يعني، ده حقيقي فعلا حضرتك، يعني ملحوظه مهمه جدا. الوحيد اللي بيبدا من تحت، وبعدين اي ضغط عليه من فوق بيلعب وبيطلعها بطريقه سليمه، عنده فيرود كويس، بيلعب برضو من الاطراف. عمر بسام برضو من قبلنا اللي قال فيرود وجسم وحاجه، ويجيب اهداف جميله جدا، فبيستغل الاطراف وبيستغل التسديد من الخارج والعمق، واحيانا بيلجا في الهجمات المرتده كور طويله تلعب على بسام بيبقى محطه. نعم. يحطها للناس اللي جايه. وساعات برضه عنتر، وعنده لعيب اسمه عفيفي برضه من اللعيبه المميزه، كان بيلعب في المنتخبات الاولمبيه، ودي كان بيلعب في اسوان معايا سنه اسوان، او كان قبليها في الجونه كمان. انا عايز اقول لك على حاجه، زمان كان المدرب اللي انا مش عشان انا من النادي الاهلي او متحيز للنادي الاهلي، كان المدرب مدرب المنتخب لما يجي لو عاوز ينجح بياخد اكبر عدد من عناصر المنتخب من النادي الاهلي. ليه؟ والباقي من بقيه الانديه، لانه عارف النادي الاهلي اولا لعيبته عندها الطموح، عندها الرغبه في الفوز، منظمين، متعلمين من صغرهم تكتيكيا ازاي يتحركوا في الملعب وازاي بيلعبوا. لما تيجي تبص لفرقه الاسيوطي، كابتن عادل قال نقطه مهمه جدا، علي ماهر من النادي الاهلي وهادي خشبه مدير كوره، يعني الناحيه الاداريه مظبوطه وماشيه مع بعض، سواء في النادي الاهلي او في المستقبل، والاداره الفنيه
من النادي الاهلي. نعم. عنده بسام من الاهلي. نعم. عنده محمد رزق من الاهلي. نعم. في لعيبه كمان خبرات، عنده حماده طلبه من الزمالك. نعم. الحرس اوكا. اوكا. وعنده عبد الله الشحات من الاسماعيلي. الاسماعيلي وعنده لعيب اسمه محمد عنتر اللي هو كان من الحرس القديم او بتاع ده. لعيب من اللعيبه الجيده جدا. نعم. علي ماهر كمان كان اشتغل في الفريق الاول مع محمد يوسف مساعد. نعم. يعني اذا في خبرات وفي يعني منظومه متكامله اداريا فنيا، لعيبه عندها خبرات، لعيبه محمد عفيفي ده برضو من اللعيبه الجيده جدا، في برضو كان معايا في اسوان، كان لعيب مقاتل في الملعب. نعم. مقاتل. انا متاكد لو علي ماهر يعني اداله الفرصه وسابه في الملعب شويه هيأدي بشكل كبير جدا. فالنهارده علي ماهر ماشي بخطه ثابته، ولو قعد في الدوري الممتاز بشكل كويس هيحسب لعلي ماهر لانه مدرب واعد بكل يعني بصراحه اشاده بكل المعاني لكابتن علي ماهر هذا الموسم. نروح للقاء اخر هو النصر وسموحه، لقاء فيه اثنين حاله طرد في اثنين عدد اهداف هو محصله هذا اللقاء، والاثنين لنفس اللاعب اللي احرز هدفين وهو هداف هذه الجوله اوميد اوكري الاثيوبي، واذا كان ممكن هذا اللقاء ينتهي بعدد اوفر من الاهداف. يا كابتن عامر، النصر وسموحه، النصر حاول في الشوط الاولاني الى حد ما، ولكن سموحه كان ممكن ينهي هذا اللقاء باربع خمس ست اهداف. ما هو يعني الموضوع راجع لمين؟ راجع لفريق النصر. فريق النصر فريق بيلعب ما عندوش التزام تكتيكي في الملعب، يعني بيلعب بيهاجم ما عندوش حته الالتزام التكتيكي، ان 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 مثلا لو طرف من الاطراف بيهاجم الديفندر بيستنى هنا عشان لو اتضرب قدام يستنى ويشتغل شغله، والراجل اللي هو اتضرب هناك بيرجع مكانه، فبيلعبوا بشكل فيه عشوائيه شويه، يعني تحس ان هم ممكن في ماتش من الماتشات متفوقين جدا وممكن وبيوصلوا للمرمى الخصم بشكل كبير ويضيعوا فرص ويجيبوا، لكن في نفس الوقت هم يعني برضو الـ 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 الاهداف اللي بتخش فيهم بتسبب عندهم نوع من الهبوط ومن الياس في الملعب، ودي حاجه من عيوبهم، علاوه على عدم الالتزام التكتيكي في الملعب في الشغل الهجومي والشغل الدفاعي مع ما بين الخطوط. طب بالنسبه لسموحه كابتن، هل المركز الرابع 32 نقطه مع كابتن طلعت يوسف ده تخطى الزمالك حتى في الترتيب؟ هو من ساعه ما كابتن طلعت يوسف مسك سموحه والدنيا اتنظمت، لان كان برضه سموحه نازل في هبوط مستمر، مسكه كابتن طلعت يوسف من المدربين المنظمين جدا في شغله، بيلعب بمنظوم ان هو ما يتغلبش ويلعب على انه ما يخشش فيه جول هيجيب جول. نعم. يعني هو شغله فيه تامين شويه، وده برضه يساعده في مع فريق سموحه اللي عنده لعيبه عندها حلول. نعم. تقدر تجيب هدف، وعنده اللعيبه اللي ملتزمه تكتيكيا في تنفيذ طريقه لعبه والتامين الدفاعي اللي يؤهله انه هو ممكن يجيب جول وما يخشش فيه جول. نروح للقاء من اللقاءات اللي كان فيها منافسه كبيره جدا، لقاء المصري امام نادي الزمالك. النادي المصري استطاع انه يتفوق بهدف مقابل لا شيء، احرزه اللاعب اسلام عيسى المنتقل من النصر الى فريق المصري البورسعيدي، والان نادي المصري في المركز الثالث عنده 37 نقطه. كابتن عادل، مواجهه ما بين كابتن حسام حسن وكابتن ايهاب جلال، الاثنين بيلعبوا على نفس المركز، التفوق في المركز الثالث، التاهل الى بطولة أفريقيا الكونفدرالية أو مواصلة الوصول إلى التأهل لدوري الأبطال في حالة الوصول للمركز الثاني. هل شفت أن الكابتن إيهاب جلال غامر في هذا اللقاء بتغيير طريقة اللعب؟ اللي هبدأ بكابتن إيهاب جلال أنه مدرب واعد. نعم. إن شاء الله هيبقى مدرب كويس قوي، بس في ناس مستعجلين عليه فبيدفعوه دفع، يعني هو قبل ما يمسك المقصة كان اظن كان ماسك بتليفونات بني سويف، كان ماسك كهرباء اسماعيليه او كده. نجح مع المقصه، لان في اداره كانت قويه جدا دعمته بشكل اكتر من رائع، جابت له احسن لعيبه في مصر، الشيخ وجون انطوي
والشحات وميدو وعمرو كلهم لعيبه من النادي الاهلي والزمالك، ابراهيم سعيد. فالدعم القوي ده مع مدرب واعد عنده هدوء وعنده ثقه وعنده اداره قويه بتدعمه، وصل الموسم الماضي انه ياخد المركز الثاني بعد الاهلي على طول ويخش عشان يلعب في افريقيا. الناس مستعجله عليه، فانا مش ممكن ابدا اقارنه بحسام، لان حسام خبرات كلاعب وكاس عالم واول اخره، ثم خبرات كتدريب سبق ايهاب بمراحل كتيره جدا. فطبعا الحتتين على الرغم من الامكانيات الكبيره جدا اللي موجوده في نادي الزمالك وكم اللعيبه والدكه اللي هي مكتظه بالنجوم، اللي مكتظه بالنجوم مش في ال 18، لان المكتظه بالنجوم فوق في المدرج كمان. وحسام يكاد يكون عايز باك رايت من اي حته، حتى الفيرود اللي جابه بنسيد اظن سابه وهرب لان يعني ثلاث مرات. فانت حسام بدا المباراه انه يامن كويس قوي وعلى الاختراقات من الاطراف باك ليفت والباك رايت، عشان يعني الزمالك كان بيلعب بثلاثه والطرفين دايما بيتقدموا، وواحد اصلا ما بيلعبش كظهير ايمن زي اوباما، واحد اصلا بيلعب تحت فرادة او فيرود، وده اللي جه من وراه الهدف، هدف اسلام عيسى. الشوط الاولاني لو حضرتك تفتكر وكابتن عامر يفتكر ان جاب اسلام عيسى من النصر. الشوط الاولاني جول يعني الشناوي طلع وخدها من الشناوي بقى جول فاضي، بدل ما يلعبها لزميله راح لعبها في الجول، ده نوع من الانانيه. كان ممكن جدا من البدايه، لكن الجول اتاخر شويه. الشوط الثاني ابتدى برضو حسام يلعب مأمن كويس قوي، احتاج ان هو ياخد بونت، ولو خد الثلاثة بونت مفيش مشكله، ربنا يكافئه انه اجتهد وحفظ اللعيبه وعرف ازاي يقفل على مفاتيح اللعبه في نادي الزمالك. جال الجول، واسلام اللي هو كان ضيعها جاب الجول المكسب، وطلع على الرغم ان هو ما هوش طويل ولا حاجه، طلع وحطها بدماغه على يمين الشناوي، جول كان جميل جدا. في المقابل ايهاب جلال اول مره اشوف نادي الزمالك بيلعب كرات طويله لراس الحربه من غير تحضير من تحت. الميزه اللي كان بيتميز بها ايهاب حتى في المقصه في الثلاث سنين كان دايما بيبدا الهجمه من تحت، حتى لما جه نادي الزمالك اول مباراه مع الاهلي كان بيبدا من تحت، يبدو ان هو خاف او شاف ان دي ممكن، هل عشان مثلا موجود نانا بوكو بيعرف يلعب كره عاليه بشكل مميز؟ ما ينفعش اغير اسلوب لعب، واسلوب اللعب بتاع زمان ده ان انا كره طويله لقدام ده، يبقى انا مش عايز اشتغل. عايز اشتغل يعني ايه؟ يعني انا عندي فريق بحفظه، بجيب ثلاث اربع لاعبين من الطرف اليمين، ثلاث اربع لاعبين من الطرف الشمال، السرد باكات ازاي بيقفلوا، الباكين ازاي بيقفلوا، راسين الحربه او راس حربه ازاي بيتعامل في زي ما شفنا ازارو مع اجاييه الجول اللي جه، بيبقى في تمرين في المربع ده على الاختراق من العمق. لكن الزمالك لم يستطع الاختراق. اظن الشوط الثاني يمكن ضاعت فرصه او اثنين، لكن مش بحجم وامكانيات نادي الزمالك، وبحجم ايهاب جلال انه مدرب واعد انه كان يلعب بالطريقه دي في الماتش ده، كانت طريقه مش سليمه، كانت نتيجتها ان الزمالك بينال هزيمه من النادي المصري في توقيت سيء جدا. والهزيمه التاسعه بالنسبه له هذا الموسم. اكيد. انا عايز بس اقول حاجه، ان برضو يعني مش عايزين يعني نكون قاسيين على ايهاب جلال شويه، لان برضو ممكن يكون غير هو في زي ما قال الكابتن عادل كده في ماتش الاهلي كان بيلعب، هو طريقه لعبه ان هو بيستحوذ على الكوره وبعدين بيشتغل، لما يبقى في ثغره بيبدا يشتغل، وده طريقه لعبه لما كان في المقصه فعلا كان بيعمل كده، وهو عمل كده على اساس ان هو دي الطريقه اللي بتنجحه لما جه نادي الزمالك، بس كان هو ماسك بقاله 48 ساعه ما كانش لسه بص على اللعيبه، شاف اللعيبه، هل اللعيبه دي تقدر تستحوذ؟ هل مهاريا يقدروا يستحوذوا على الكوره مثلا سبع ثمان دقايق يا كابتن عادل على عشان لما يبقى في ثغره يبداوا يشتغلوا؟ ده مش ما كانش ممكن يشوفه في ال 48 ساعه اللي قبل ماتش الاهلي، هو اشتغل على شغله اللي بينجحه، لكن بعد كده لما بدا في ماتش مثلا في ماتش المصري بدا يلعب الكور الطويله
ويعتمد على الكور الطويلة وان واحد ينط والتاني يستنى فممكن يبقى كان شايف او شاف بعد كده ان اللعيبة ما ينفعش يبدأوا الهجمة من تحت. فإلا بقى يعني انا بقول ان هو لازم يأمن نفسه، لازم يلعب بشكل فيه. سؤال مهم جدا يا كابتن، هو انا حضرتك يعني انا خدت من حته لازم يأمن نفسه، هل المغامره مطلوبه في لقاء انا بنافس فيه فرقه على نفس المركز زي فرقه نادي المصري؟ المغامره مطلوبه لما انا ابقى ماسك فريق بقى لي فتره واقدر اغامر بيه بافراد انا جايبهم، انا حافظهم، عارف هم شغلهم شكله ايه. لكن انا اتفرض عليا اللعيبه دي. انا نادي الزمالك السنه اللي فاتت والسنه دي أسوأ اختيارات جابها نادي الزمالك، اللعيبه مش مساعداه. يعني انا اقول له حسام البدري يخاطر لانه واثق من امكانيات لعيبته، هو ده اللي حصل في الشوط الثاني. ايوه خاطر امام الرجاء، خاطر امام الترجي، ما طلع واحد من ديفندرات اللي في نص الملعب وخلق جاي راس حربه تاني لان شايف الفرقه ما بتهاجموش. فانا لا اخاطر، انا وانا هفضل مأمن ليه من ورا؟ ليه أأمن ليه؟ انا عاوز اتعادل واكسب. فخاطر، عنده الامكانيه ان هو خاطر، لكن هو معاه لعيبه اتفرضت عليه او هو جه لقاها، فما باليد حيله. فانا النهارده انا ما خاطرش عشان على اخر الموسم ما يبقاش انا مغلوب لي 7-8 مباريات، هيبقى شكلي وحش. فالنهارده لازم أأمن وبقدر الامكان اوصل لاخر الموسم. انا مش هنافس على الدوري بكل المقاييس، لازم هدف، يبقى عنده هدف ان هو على الاقل يحسن الاداء، يحسن الشكل لغايه اخر الموسم. ولو كان ليه استمراريه في نادي الزمالك هيجيب لعيبه، هو اللي هيبدا يجيب اللعيبه بتاعته وهو يبدا بعد كده يشتغل معاها. كلام مهم جدا. انا عايز اقول لحضراتكم ان الشوط الاولاني انتهى ما بين منتخب مصر ومنتخب تونس بتقدم منتخب مصري ب 15 هدف مقابل 13. ده سيناريو مقرر من نهائي 2016 حينما فاز منتخب مصر على منتخب تونس وتاهل لاولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل. عندنا كلام مهم جدا واحصاءات عن الجوله ال 20 من الدوري الممتاز، ولكن بعد هذا الفاصل اوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حاجه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونخش على حصاد الجوله ال 20 من ناحيه الاحصاءات. الصراحه استاد الاهلي النهارده على اعلى مستوى من القيمه الفنيه، طبعا ضيوفنا الكبار كباتن مصر كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن عادل طعيمه، وايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن محمد عامر. خلينا نقول ان 6 مباريات من هذه الجوله انتهت بالفوز، منها 4 للضيوف و2 فقط لاصحاب الارض. كان في تفوق للانديه الضيوف، الانديه اللي كانت بتحل ضيف على انديه صاحبه الارض في هذه الجوله. 3 مباريات انتهت بالتعادل، منهم مباراتين انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، ومباراه فقط واحده انتهت بالتعادل السلبي، هي مباراه طنطا ووادي دجله. كان اكثر مباراه فيها اهداف هي مباراه نادي الاهلي والرجاء، 3 اهداف مقابل هدف. خلاص دخلنا على المراحل الاخيره من الدوري الممتاز، وابتدت الفرق بتحاول انها تدافع بشكل اكبر. 3 رجلات جزاء احتسبت في هذه الجوله، منهم 2 في لقاء الاسماعيلي والاسيوطي سبور، وكل منهم استطاع انه يحرز هذه الضربه، ادرت ضربه واحده فقط من فريق طلائع الجيش امام فريق الداخليه. خلينا نقول في المجمل ان فريق الاسيوطي اكثر الفرق حصولا على ضربات جزاء هذا الموسم 11 ضربه، ثم مصر المقصه 9 ركلات، ثم المقاولون والاهلي والزمالك عندهم 7 ركلات جزاء، والداخليه والاسماعيلي عندهم 6 ضربات جزاء هذا الموسم. واكثر الانديه اللي احتسبت ضده ركلات جزاء هو فريق النصر 9 ضربات جزاء، والانتاج ووادي دجله 7 ضربات جزاء، 18 هدف احرزوا في هذه الجوله. وايضا من الحاجات والعوامل اللي كانت باينه ان 5 لاعبين سجلوا اول مره بالنسبه لانديتهم هذا الموسم، وابرزهم علاء علي مع فريق بتروجيت، محمد رزق لاعب الاسيوطي، احمد مصطفى لاعب الداخليه، حماده نصر لاعب الرجاء، وباسم علي لاعب النادي الاهلي، احمد عبد الظاهر لاعب مصر المقصه، وعندك اسلام عيسى ايضا وسجل مع فريق النادي المصري في اول لقاءاته، واميد اكري هو هداف هذه الجوله برصيد هدفين، هداف نادي سموحه، والاسيوبي و
وليد أزارو وإيريك تراوري أحرزوا 4 أهداف في هذه الجولة من 6 كلين شيت بين أحمد الشيخ لاعب نادي طنطا وحارس نادي طنطا وأبو جبل، محمد عبد المنصف ومحمود الغرباوي حارس الداخلية، محمد عبد المنصف وادي دجلة، علي فرج حارس بتروجيت وأحمد مسعود حارس نادي المصري. دي من بعض الإحصاءات اللي صراحة بنشكر زميلنا في الإعداد عن هذه الجولة والجولة العشرين. خلينا نروح لواحد من اللقاءات اللي كانت صراحة في منتهى القوة والمتعة، هو لقاء نادي الداخلية وطلاء الجيش أو طلاء الجيش والداخلية، واستطاع فريق الداخلية صراحة أنه يقدم أداء قوي للغاية ويفوز على طلاء الجيش بهدفين مقابل لا شيء، ومواجهة كانت قوية ما بين كابتن علاء عبعال وما بين الكابتن حلمي طولان. كان حتى فريق طلائع الجيش ضيع ضربة جزاء في هذا اللقاء، ودي كانت لها عامل كبير جدا في النتيجة. كان أحرز ناصر منسي في الدقيقة 11 لفريق الداخلية قبل أن يحرز أحمد مصطفى لنادي الداخلية الهدف الثاني. وكابتن عامر صراحة فريق الداخلية بهذا الفوز استطاع أنه يقفز قفزة كبيرة حتى تفوق على فريق طلائع الجيش، 2 قريبين جدا في الترتيب، المركز 9 ومركز 10، والداخلية عنده 25 نقطة وأيضا طلائع الجيش عنده 25 نقطة، ولكن فرق الأهداف هو بيصب في مسرحة الداخلية. هو طبعا فريق الداخلية من ساعة ما يعني ده أول هدف للداخلية من ساعة ما مسكوا علاء عبد العال، وهو كيمياء ماشيه مع علاء يعني علاء بعل راح ام بي، يعني مش عايزين نقول اللي هو يعني غير موفق الشرقيه راح الشرقيه وكده، لكن هو واخد هو يعني من المدربين اللي بنقول عليهم صنايع يا كابتن عادل، بيحب ان هو يعمل لعيبه، واللعيبه كل اللعيبه اللي بتيجي عنده مغموره وبيقدر يقومها وبيقدر يطوعها لخدمة الفريق. لكن عنده لعيبة مثلا زي زيكا، أنا لعيب اسمه زيكا دوت كان بيلعب في الزمالك ولعب في الإسماعيلي، محمد زيكا ده لعيب كان على فكرة كان عندي وأنا كنت ماسك المقاولين العرب، هو في المقاولين كان كويس وكان كويس جدا، حتى أنا مصعده من ضمن اللعيبة اللي كنت مصعدها مع محمد صلاح، لان محمد صلاح كان معايا وكان باسم علي معايا وكان علي فتحي معايا والنني، الخمسه دول انا حتى انا اللي عامل لهم العقود مع منشف عام على الكوره هناك. اللعيبه هو وجايب حتى جايب 5 اهداف هو هداف داخليه، فزيكا ده من اللعيبه كمان اللي فعلا عامل له ثقل كبير جدا، بالرغم ان في ماتشات بينزله وبينزله في وقت فعلا بيصنع الفارق، يعني زيكا بينزل يصنع الفارق في الوقت اللي بينزله علاء عبد العال. فريق الداخليه من الفرق المكافحه جدا جدا جدا، وانا متاكد ان فريق الداخليه مش من الفرق اللي هتهبط، يعني هيستمر في تالقه وهيبقى من الفرق ان شاء الله اللي هتبقى، لانه اولا بيجتهدوا جدا، مدربهم بيجتهد معاهم في الملعب، انا بشوفه يعني انا بشفق على علاء عبعال بصراحه، ان هو المدربين كويسين جدا، بياخد الموضوع على اعصابه وعاوز ينجح وعاوز لعيبته تنجح، فدي من الحاجات اللي هي تحس ان فرقه الداخليه مع اي فريق من الفرق الكبيره، سموحه مع انبي مع الفرق اللي هي كان لها اسم، احنا دلوقتي بنقول وادي دجله يعني هبطال، لكن احنا معانا على الهاتف كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخليه. مساء الخير يا ابو الكباتن ومبروك الفوز. الله يخليك يا محمد وتحياتي ليك وتحياتنا للكابتن الكبير عادل طعيمه واخويا الكبير واستاذي والكابتن محمد عامر طبعا. حبيبي يا كابتن علاء. كابتن علاء ما شاء الله مسيره تعتبر جيدة مع فريق الداخلية، آخر 5 لقاءات حضرتك كسبان 3 أو 6 لقاءات، حضرتك كسبان 3 ومتعادل 2 وهزيمة 1 فقط، بقيت في مستوى أو ترتيب جيد في جدول الدوري العام، في كيمياء ما بين حضرتك وما بين فريق الداخلية؟ والله بص يا فاروق، يعني هو طبعا يعني أنا في البداية خالص لما رجعت الداخلية تاني مع آخر 10 مباريات وكانوا معرضين للهبوط قررت ان انا اجدد الفرقه تجديد شامل، وبالفعل يمكن ابقيت على 6 لعيبه والفرقه تم تجديدها بشكل كبير جدا، وفي بدايه الموسم قلت يعني انتظروا الداخليه مش دلوقتي، لسه احنا بنحاول نجمع نقاط
انما لما يحصل حاله الانسجام ويحصل اللعيبه اللي هي اللي داخله جديد على الفرقه واول مره تلعب دوري ممتاز تبدا رهبه اللعب للدوري الممتاز تروح، اعتقد داخليه هيقدم مستويات افضل ونتائج افضل، وده اللي احنا بنجني استماره دلوقتي. يعني الحمد لله في الفعل زي ما قلت اخر ست مباريات نتائج كويسه واداء كويس، يعني بالاضافه للنتائج الاداء برضو مهم جدا، واتمنى الاستمراريه يا رب ان شاء الله، والولاد يكونوا برضو عند حسن الظن والمسؤوليه خلال الفتره اللي جايه ان احنا نكمل بفريق داخليه لنهايه المشوار ان شاء الله. طب كابتن علاء، الحارس الغرباوي كان له صراحه دور كبير، يعني في ظل التعادل كان احتسب ضربه الجزاء لفريق طلائع الجيش وصدها، وكمان انقذ الفرصه اللي بعديها، يعني حتى الريباوند والمتابعه احرزها، وسبحان الله كان قبل ان يحرز الداخليه الهدف الثاني. الغرباوي من الحراس الجيدين. محمود بص، اي فريق مهم جدا ان يبقى معاه حارس مرمى متميز، يعني حتى النادي الاهلي، حتى نادي الزمالك، حتى الانديه الكبيره لازم معاه حارس متميز، لان اكيد هتيجي عليك فرص. فالغرباوي من الحراس المتميز دلوقتي، وبقى اصبح عنده عنصر خبره. يمكن الغرباوي برده بدا معانا صغير ويمكن خامس موسم دي في النادي الداخليه، خلاص بدا ينضج زي ما بيقولوا، وبدا يتقل في الملعب. فطبيعي جدا ان حارس المرمى الجيد اللي هو يشيل فرقته، مش اللي هو مجرد ان هو يصد كره عاديه جدا ممكن اي حارس مرمى يصدها. عشان كده دايما بقول لحراس المرمى ان انت دورك ان مش مجرد ان انت تاخد الكره العرضيه وخلاص، المهم مش مهم انت تمسك الكره، لا، تنقذ فرص حقيقيه. فاعتقد ان الغرباوي لما ينقذ ضربه جزاء ويكمل بعديها، دي بتدل على تميزه وان هو حارس مرمى جيد، وده اللي مطلوب دايما، مش من حارس الغرباوي بس، مطلوب من اي حارس مرمى بيحرس مرمى اي فريق. طيب كابتن، الماتش القادم، اللقاء القادم امام مصر المقاصه، مستعد ليه ازاي؟ طبعا فريق مصر المقاصه لازم نعترف كلنا ان هو فريق كبير وبيضم عناصر على مستوى عالي جدا، وبالذات الثلث الهجومي. يعني لو بصينا هنلاقي رغم موقف المقاصه قبل فوزه الاخير كمان على الاستاج الحربي، انما هو ثاني اقوى هجوم بعد الاهلي. فلازم نعمل له الف حساب طبعا، وبالذات بعد المباراه الاخيره انا اتفرجت عليهم طبعا، ادوا بمستوى متميز جدا وفازوا 3-1، فهنستعد له بشكل كويس قوي. يهمني ان انا اطلع بالمباراه دي بنتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله، وخاصه انها مباراه المقاصه كمان على ملعبنا. طب هل في تدعيمات في يناير يا كابتن، ولا مكتفي بهذا القوام؟ في ايه؟ تدعيمات. لا بص فاروق، لازم نقول ان انا بتفرج على الانديه بتدعم كلها. يعني ما شاء الله، يعني 90% من الانديه او اكثر دعمت باكثر من 5-6 لعيبه كلها على مستويات عاليه. فريق الداخليه من الانديه القليله جدا اللي دعمت، لازم نقول لكله الامكانيات نعترف بدي، وارجع اقول برضو انا على ثقه باللعيبه اللي موجوده معايا، ما دعمناش غير يمكن بباك شمال مصطفى كالوشا. يعني حضرتك طلبت من الاداره تدعيمات يا كابتن، ولا يعني حضرتك عارف الوضع المالي فما طلبتش؟ بالظبط يا فاروق، انا عارف الوضع المالي، فطبعا يعني ما برضو لازم اشوف الدنيا فيها ايه، وبطلب على قد اللي موجود، ما احطهمش في حرج، وما اقولش انا السنه طلبت وارجع بره بعد كده اقول لك والاداره ما دعمتنيش وانا طلبت من الاداره ما احبش انا الكلام ده. انا بشتغل بالقماشه اللي معايا، بقدر اجيب القماشه اللي اقدر اشتغل بيها او اللعيبه اللي انا اقدر اشتغل بيها، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني ويوفقني ومعايا. يعني انت حضرتك هتحل الموضوع دوت بالقماشه اللي موجوده باذن الله يا رب ان شاء الله. واعتقد يعني من البدايه، لان انا ما زلت بقول ان انا معايا لعيبه كويسه ومعايا لعيبه قادره انها تثبت وجودها وسط الكبار ان شاء الله، وان شاء الله نكمل بيهم بشكل كويس ان شاء الله. طب كان في حاله اصابه لشقيق محمود علاء، قلب دفاع نادي الداخليه، احمد علاء، وصراحه كلنا يعني اتفزعنا كابتن. هو حالته دلوقتي تمام؟ بص يا فاروق برضه، عشان برضه بعض الساده المحللين بعد المباراه قال لك ازاي ينزل ويلعب تاني والكلام ده كله. طبعا احنا بنتكلم في حاله اللعيب وقتها، الولد خد كوره في زوره. يعني يمكن ما بانتش قوي، انما احد لعيبه طلع الجيش اعتقد وائل فراج وهو بيشترك معاه خد اداله كوره في زوره، فحصل له زي حاله اختراق سريعه، والدكتور صميم الفريق نزل انقذه.
واتاكدت من طبيب الفريق ان هو يقدر يكمل ولا لا، ومن اللاعب نفسه قال لا انا هقدر اكمل بعد الافاقه والكلام ده كله، والحمد لله اطمنا عليه بعديها وراح عمل اشعه على المكان الكدمه وهو بيتمرن بشكل كويس جدا دلوقتي. وعلى فكره احمد علاء من السرد مكاتب متميزه جدا، نعم. القادمه لمنتخب مصر بقول من دلوقتي اهو، لان ولد ما شاء الله مواليد 94 سواء في السن، وانا لما جبته يمكن جبته من فريق درجه قسم رابع سبورتنج من اسكندريه. سواء حالته يا كابتن يعني بعد الاصابه على طول او بعد الحادثه بعد يعني موجوده هي معانا على الشاشه كانت صعبه جدا للكل، فكان فاكر ان هو بلع لسانه. لا الحمد لله ما كانتش بقى لسان، هو كان واخد كوع في زوره. نعم. ما هو اللي بره غير اللي جوه. اكيد. انا بشوف طبعا هو الكل اعتقد ان هو بلع لسانه، انما لا هو كان واخد كدمه شديده في الحنجره او في زوره، دي عملت له زي نوع من التشنج شويه، انما بعدها قدر يفوق وقدر يرجع الملعب تاني وكمل بشكل كويس. وبيؤدي التدريبات بشكل كويس معانا دلوقتي الحمد لله. كابتن عادل حضرتك عايز كابتن علاء ازيك يا كابتن؟ كابتن عادل ازي حضرتك؟ اولا علاء، نعم. من اولاد النادي الاهلي، نعم. الناس اللي ما خدتش حقها في التدريب، الراجل ده بيعمل من ايه؟ من الفسيخ شربات المثل البلدي بتاعنا. لا بياخد لعيب عادي جدا يفضل يشتغل معاه لحد لما يبقى نجم. شفنا عصام مرعي، اسمه ايه ده؟ مرعي، عمرو مرعي وكل النجوم اللي انت شايفهم دول بياخدهم حاجات كده بسيطه جدا. حسام باولو اكتشاف، حسام باولو وفي تمساح، نعم، واحمد تمساح وحسام حسن ورجب بكار وكل دول كبيره يا كابتن عادل. وبعدين بقى استثمار مع نتائج، استثمار مع نتائج. المدرب الجيد اللي هو يمسك فرقه ما فيهاش حاجه ويعمل منها حاجه، ده المدرب زي الطبيب اللي هو بيشتغل كده في حي شعبي، واحد شغال الحاجه تجيله جاهزه، الاشاعه تجيله جاهزه، كل حاجه جايه له جاهزه. جبت التشبيه جاي جدا. لا ده راجل بيشتغل في مكان شعبي، بيعرف يعني ايه يعمل من اللعيب العادي يخليه سوبر، وبعدين يصرف عليه من خلال ان استثماره انه يتباع، وفي نفس الوقت يصرف على النادي. فراجل من ابناء الشرطه ومن ابناء الداخليه، وقبل كده صعد الشرطه وصعد الداخليه اكتر من مره. الراجل ده مش واخد حقه لف في الاعلام ولا واخد حقه في المنتخبات. الراجل ده من ولاد النادي، بقول بعيد وقرر، من ولاد النادي المحترمين جدا، وراجل ان شاء الله ربنا موفقك وربنا معاك، واعتقد انك انت مشرف طول عمرك يا كابتن علاء. كابتن عادل ده الكلام ده وسام على صدري، ومن مدرب كبير زي حضرتك، وانا بتشرف او بشرف ان انا من ابناء النادي الاهلي، وبشرف ان انا من ابناء وزاره الداخليه الحمد لله. والحمد لله يعني يكفي ان مدرب قدير وعلى خلق عالي زي حضرتك يتكلم في حق الكلام ده، اعتقد ده يكفينا كتير. صراحه كمان كابتن محمد عامر برضو ابتدى كلامه بنفس الامر، ان ابناء النادي الاهلي في القياده الفنيه بيبقى عندهم اختلاف في اي فرقه هم بيمسكوها. كابتن الحاجه الثانيه برضو من الفرق القليله قوي اللي بتبدا الهجمه من تحت، برضو بيحاول يلعب كوره، مش عشوائي. الناس بتلعب كوره ويعرف يعني امتى يضغط وامتى يعمل مرتده وامتى يهاجم من اليمين ومن الشمال وامتى يعمل المرتده السريعه، يعني بيدي لك وجبه دسمه جميله، والعناصر اللي موجود معاها تحس ان هم خفاف صراع. الانقضاض على الكوره دايما، الكوره المشتركه بتبقى دايما بتاعت الداخليه. ده شغل مدير فني. طبعا كابتن علاء، يعني انا عايز بس اقول لك على حاجه، كون ان انت ما دعمتش في 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 يناير وعندك ثقه في لعيبتك، ده بيدينا مؤشر ان انت عندك ثقه في امكانياتك الفنيه، ان انت زي ما انا قلت مع فاروق، مش عارف انت سمعتنا ولا لا، ان انت من المدربين اللي بنقول عليهم صناعيه، بيعمل زي ما قال الكابتن عادل من الفسيخ شربات، بتعرف تعمل لعيب، بتعرف توجه لعيب، بتعرف تطور لعيب وتوصله للتوب فورم بتاعه. الحاجة التانية ان انت ما دعمتش عشان عارف ظروف المؤسسة اللي انت بتشتغل فيها، عارف ظروفهم، وده اسكان بينهم على الثقة المتبادلة بينك وبين الادارة، واعتقد ان هم مساندينك جدا، وانا بقول ان انت من المدربين الجيدين جدا يا كابتن علاء، وان شاء الله هنشوفك في اخر الموسم في مكانه كويسه باذن الله.
اشكرك كابتن عامر، وانا سعيد جدا بالكلام ده وثقتكم فيا وثقتكم في فريق الداخليه ده يزيدنا اصرار ومسؤوليه ان احنا نظهر بشكل افضل كمان خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن علاء بعال المدير الفني للداخليه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا واتمنى لك التوفيق في المباريات المقبله. نروح للقاء من اللقاءات اللي الصراحة كانت فيها تنافس كبير جدا، وهو ديربي بترولي ما بين ام بي وبتروجيت، وبتروجيت استطاع ان هو يقتنص ثلاث نقاط مهمة جدا في مشواره في الدقيقة 90 عن طريق علاء علي، ويحرز فوز مهم بالنسبة للكابتن طارق يحيى في مواجهة امام الكابتن طارق عبد الله المدير الفني الحالي لفريق نادي ام بي. الآن فريق بتروجيت في مركز ال 13 وعنده 24 نقطة، أما فريق إم بي في المركز السادس وعنده 31 نقطة، ولكن يعني مش هي دي نتائج فريق نادي إم بي على الرغم من الإمكانيات. كابتن عامر، المواجهة كانت صعبة بالنسبة لكلا الفريقين، ديربي بترولي بيبقى ليها صفات أخرى، ولكن يبدو أن تدعمات فريق بتروجيت وادي علاء علي بيحرز في أول لقاءاته مع نادي بتروجيت. هو طبعا الفريقين سواء إم بي أو بتروجيت كان حالهم احسن من 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 كده السنه اللي فاتت واللي قبليها، والاثنين غيروا ما احنا اتكلمنا في النقطه دي، والنقطه دي كانت اساسيه في 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 قعدتنا بيني وبينك وبين الكابتن عادل. فطبعا ام بي غير كام مدرب لغايه النهارده، يعني في موجود الكابتن طارق دلوقتي موجود معاهم، بتروجيت معاه برضو معاهم كابتن طارق يحيى، وامبي كان موجود معاهم كابتن ايهاب جلال، وبعديها قبلها كان طارق العشري السنه اللي فاتت. يعني الفرقه دي طالما المجالس الاداره اتجهت للتغيير، كل ما يبقى يحصل غلطات زي ما احنا كنا بنتكلم ان في لعيب بيغلط عندي انا ما اذبحوش، ده انا اجيبه واجيب الفيديو بتاع الماتش واقول له شوف انت حطيت رجلك فين قبل الراجل ما يجي لك. حضرتك بس يا كابتن، دلوقتي منتخب تونس متقدم 19-17 على منتخب مصر في لقاء النهائي، ان شاء الله رجالتنا قادرين يعني على تعويض هذا الفارق والعوده للتقدم مره. اتفضل يا كابتن. معلش. فطبعا حته التغيير لا بيدي استقرار ولا بيدي استمراريه للحاله الجيده ولا النتائج الجيده. فسواء الفريق ده ولا الفريق دوت الاثنين مغيرين، لكن يعني انا عزائي لفريق امبي، لان فريق امبي النهارده كان من الفرق حققت بطوله كاس مع كابتن مختار. نعم. حققت بطوله كاس قبل كده قبل كابتن مختار، يعني من الفرق القويه اللي هي كنا بنشوفها بتنافس النادي الاهلي. يعني كابتن طه بصري اللي كان احرز معاهم، او كابتن طه بصري الله يرحمه. فالنهارده شوف امبي وصل فين، بالرغم ان هو عنده قطاع ناشئين كبير جدا. احنا هنا بقى عايزين نتكلم، يعني النادي الاهلي بيتكلم على 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 صلاح محسن انه يجي، ده من اللعيبه القويه جدا، من المهاجمين فعلا الواعدين اللي باذن الله هيكون من احسن مهاجمين في مصر. هنا انا كنت هاخده السنه اللي فاتت معايا في اسوان واتكلمت فيه، ولما لعب بان خطورته وسرعته وادائه في الملعب. انا ليه بقول امبي ما قلتش بتروجيت، لان امبي بيتميز بقطاع ناشئين كبير جدا، وعنده اللاعبين اللي يعوضوا اي لاعب. طب يا كابتن، دخول صلاح محسن في النادي الاهلي او قدوم النادي الاهلي، الاهلي يستفيد منه ازاي؟ النادي الاهلي محتاج فرود مع ازار النار. يعني احنا بنتكلم عن النادي الاهلي الناس كلها بتقول لك ان 30 لعيب ده مشكله، هو اي نعم مشكله للمدرب، لكن النادي الاهلي النهارده بيلعب على بطوله. وما يقولهاش النهارده الا مدير فني قدير فعلا. نعم. وما يقولهاش الا مدير فني قدير زي حضرتك، لان فعلا القوام الكتير ده بيبقى مشكله في التدريب. بيبقى مشكله مش مشكله في التدريب كمان. مشكله في ان انت بتلعب ناس وناس قاعده بره، لكن انت راجل في بطوله افريقيا بتلعب دوري وكاس، بتلعب بعد كده بتخش في بطوله عالم انديه، يعني نعم، وماتش كل ثلاث ايام انت بتلعب على بطوله، يعني انت محتاج لما اطلع واحد احط واحد ادائي ما يتاثرش، بل بالعكس ادائي يزيد.
اداء حتى لو اتاثر يتاثر بنسبه 10% مش بنسبه 50%. وده اللي حصل في النادي الاهلي النهارده. النهارده النادي حسام البدري لما بيعمل روتيشن في 5-6 لعيبه الاداء بيتاثر شويه في اول الماتش، في ربع ساعه، في نص ساعه، بعد كده تلاقي الريتم الاداء شغال في تلاقيه متفوق على الفرق اللي قدامه وبيضيع فرص اكتر من الفرق اللي قدامه. يعني اذا في شغل بيتعمل. وهو يعني مع نتائجه مع نادي الزمالك في ذهابا وايابا كانت جيده هذا الموسم. ايوه هو متعادل في ماتش باين واتغلب في ذهاب والاياب متعادل. فطبعا كون ان هو يوصل بالانتاج ان شاء الله يكمل في لاخر الموسم، لان طبعا زي ما قلنا الماتشات اللي جايه كلها صعبه على كل الفرق مش على الانتاج بس. طيب. غدا يا كابتن ان شاء الله في لقاء الاسيوطي والاتحاد، حضرتك شايف الكفه لمين؟ ماتش هيبقى صعب جدا. كابتن مختار عشان بس نديله حقه، ده راجل عجينه خبرات. نعم. يعني درب نادي الاهلي ودرب انديه كتيره وبيدرب انديه ضعيفه جدا، امكانياتها ضعيفه جدا. عارف برضو الانتاج اعتقد ما عندوش امكانيات كبيره للصرف. لا لا خالص. زيه زي الداخليه وكده. فالتدعيم يعني عضل من النادي الاهلي بس في اداره محترمه جدا. اداره محترمه جدا. بيدعموا في سبيل في في حدود المتاح. ما يقدرش ان هو يصرف ببذخ، لان ده مكان ما ينفعش ان انا اظهر بيه. بس هو ما بيصرفش ببذخ، بس لا بصرف بحط في عينه حلوه بيجيب اللعيب بأقل حاجة ولعب كويس. سرينا يا كابتن، الأسيوطي والاتحاد مين؟ لا ما اقدرش أقول مين، لكن الاتحاد مع النائب مصلحي غير تشكيله يعني 80% فقوي جدا، تشكيل قوي جدا مع مدرب. لا المقاولين طبعا. المقاولين هو السابع لاعب ال 17. لا المقاولين اصلي فيه ظبط وربط. انا لسه هسالك في نتائج كلامك. في ظبط وربط. وبعدين نادي النصر في نقطه الناس بتغفلها، هم الجماعه دول بيشتغلوا علشان نوع من الترفيه، ما بيش واخد العمليه بجديه، وامكانيات الفنيه والماديه قليله، ما بيدعمش، بيلعب بولاد النادي. ممكن يستثمر يبيع مثلا اسلام عيسى زي ما اتباع ب 10 مليون، 10 مليون دول يقعدوا كتير قوي. طيب طنطا وبتروجيت يا كابتن. ده انا اقول لك الاسيوطي والاتحاد. طيب. الاسيوطي والاتحاد. الاسيوطي هيكسب لان الاسيوطي بيلعب هيلعب على الارض وعارف يعني بيعرف يلعب على الارض كويس. طيب طنطا وبتروجيت. بتروجيت. طيب سموحه وادي دجله. سموحه. الانتاج والرجاء، حضرتك قلت الانتاج. طب الاهلي والاسماعيلي تمام بقى. الاهلي كابتن. الاهلي طبعا ان شاء الله هيبقى ماتش كويس ان شاء الله. سؤال غريب يا فاروق. لازم اخد برضه توقعاتك. ان شاء الله الاهلي ان شاء الله يعملوا ماتش كويس ان شاء الله. طبعا انا كنت سعيد بوجودي مع ضيوف مصر الكبار، لكن خلينا نقول سريعا ان احمد عادل حارس مرمى النادي الاهلي يقترب من الانتقال على سبيل الاعاره الى نادي مصر المقاصه، ولا زال المنتخب التونسي متفوق على منتخب مصر حتى هذه اللحظه، وان شاء الله ربنا 23-22 وفارق هدف ان شاء الله رجالتنا قادرين على تعويض هذا الهدف. طبعا في نهايه هذا الحوار بيسعدني طبعا اني اشكر كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن عادل طعيمه، شرفتني ونورتني يا كابتن، وان شاء الله اشوفك تاني. شكرا محمد. شكرا ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن محمد عامر، ارد ان شرفتني ونورتني يا كابتن. شكرا فاروق بشكل كبير. شكر موصول لكل طاقم العمل. ايضا ان شاء الله غدا هيكون عندنا لقاءات وحوارات مهمه في استاد النادي الاهلي. كل الشكر ايضا للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني على هذا المجهود الكبير. دمتم في امان الله وحفظه، حتى القاكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.